Afternoon, ladies and gentlemen. We're about to start. طبعا نهاركم أيها السيدات والسادة، سنفتتح الجلسة، تفضلوا بالجلوس. Thank you very much. We'll just wait 30 more seconds. Thank you very much. Distinguished guests, ladies. أيها الضيوف الأعزاء، أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم في الجلسة الختامية لمنتدى حوكمة الإنترنت 2018. على يميني السيدة لين سنتامور، وهي رئيسة الفريق الاستشاري المتعدد أصحاب الشأن للآي جي إف، والسيد دافيد مارتينو، عفوا، السفير دافيد مارتينو، وهو الرئيس المشارك باسم البلد المضيف، وعلى طرفي المنصة السيد بيير بونيس، وهو الرئيس المشارك أيضا للجنة المنظمة المتعددة الأطراف الفرنسية. سنقسم جلسة بعد ظهر اليوم إلى ثلاثة أقسام. أولا الكلمات الافتتاحية للرؤساء المشاركين من الدولة المضيفة، وبعد ذلك سنستمع إلى أسئلتكم تباعا، والجزء الثالث سيكون كلمات ختامية من طرفي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وأعطي الكلمة دون تأخر للسيدة لين سنتامور. شكرا. أريد أن أنتهز هذه الفرصة لمجتمع الاي جي اف للمشاركة في هذه المناسبة، من شاركوا مباشرة ومن شاكروا عبر الانترنت، والمشاركة في كل الجلسات ودعم أيضا الممارسات الجيدة وبذل الجهود التي سمحت فعلا بالتواصل وبالتوصيل. وأشكر أيضا كل من ساهم يساهم في مبادرات الاي جي اف على الصعيد الوطني والإقليمي، ومن المهم جدا أيضا أن أشكر كل من يهتم أيضا بالجانب القانوني. ومن بين الكلمات التي استمعنا إليها من ممثلي الحكومات، طلب أن تعطى الكلمة للمشاركين لكي يعبروا عن آرائهم، وهذا ما سيحصل خلال ساعة ونصف، لا سيما أنه بالنسبة لنا المهمة الاستماع إلى تعليقاتكم وتعقيباتكم، فإن هذه التعقيبات وهذه الملاحظات ستسمح لنا بعد ذلك بتحديد الموضوعات التي ستناقش خلال المنتدى المقبل، علما بأن الموضوعات التي نوقشت في هذا المنتدى كانت بناء على ما صدر في التعليقات والتعقيبات التي جرت خلال المنتدى الماضي العام الماضي. وقبل أن أعطي الكلمة لسعادة السفير مارتينو، فإنني أنتهز هذه الفرصة أيضا لكي أشكر اليونسكو لاستضافتها أيضا لليونسكو، علما بأن اليونسكو هي شركة منظمة شريكة لنا، ونشكرها على التزاماتها ومشاركتها. وللأسف الشديد لن يتمكن رئيس ال Now to introduce Ambassador David Martino. وأعتذر أيضا باسمي ممثل أو الأمين العام لاتحاد الاتصالات الدولية لعدم تمكنه من الحضور هنا. كما تعرفون فإن الحكومة الفرنسية والسفير ديفيد مباشرة
قد قدموا التزامات وبذلوا جهودا عالية لتأييد المنتدى، وهو الحال نفسه لتلك الجهود التي بذلتها سويسرا العام الماضي خلال استضافتها للمنتدى. ونشكرهما أي فرنسا وسويسرا على الجهود التي اللتان بذلتهما من أجل دعم أيضا الفريق الاستشاري المتعدد الأطراف، وسنبقى في الاتحاد أو عفوا في الإطار الأوروبي، لأن المنتدى المقبل سيعقد في ألمانيا. ونشكر بهذا الخصوص جهود كل الحكومات المعنية، كما وأنني لابد أن أشكر كل مجتمع الإنترنت المعني والذي يدعم المنتدى، وأنا بطبيعة الحال بتصرفكم لكي أقدم لكم أي أجوبة على أسئلتكم. ومرة أخرى أشكركم على دعمكم، و أشكركم على الدعم المستمر الذي نحن بحاجة لكم لتقديمه لنا. شكرا الكلمة لسعادة سفير مارتينو. شكرا لك لين. سأبدأ أولا عفوا بكل احترام وبكل سعادة أن أعطي الكلمة لزميلي الرئيس المشارك من الطرف الفرنسي والذي يمثل المجتمع المدني، ولكن قبل ذلك أريد أن أشكر باسمينا لين سانتامور على ثباتها وعلى إصرارها وتمسكها بعمل المنتدى، وأيضا تمسكها الكامل بالمنتدى IGF على صعيد يومي، وذلك منذ الساعات الأولى للنهار، وهي فعلا المحرك الذي يقف وراء هذه الدينامية التي يتمتع بها IGF. نرحب بك بكل سعادة هنا في فرنسا. هل تعرفون بأن سانتامور هي اسم من أسماء النبيذ المعروف جدا في منطقة البورغوندي الفرنسية المنتجة للنبيذ الرفيع المستوى جدا؟ شكرا لك لين على كل ما بذلتيه أنت وكل أعضاء IGF. شكرا، أعطي الكلمة لك زميلي بيير بني. شكرا لكما. إننا نقترب الآن من نهاية هذا المنتدى، وقبل ذلك سنفتتح الجلسة المخصصة للاستخلاصات أو الخلاصات واستخلاص الدروس التي يجب استخلاصها من هذا المنتدى. وإنني أشكر كل أعضاء لجنة التنظيم لأن هذا هو الجهود، إنها الجهود التي بذلتها هذه اللجنة لإنعقاد هذا المنتدى، الذي فعلا يمكن القول بشأنه بأن كل أشكال التعبير كانت حاضرة فيه. وأنني أشكر أيضا كل من ساهم بذلك من الأمم المتحدة وكل مجتمع الإنترنت الذي شارك في ذلك، كما وأن الدافع وراء هذا العمل الناشط وهذه الجهود الهائلة التي بذلت خلال 3 أيام من أجل إيجاد الحلول لمشاكل قد أو كانت تبدو معقدة ولا حل لها. فأنا شخصيا أشعر بفخر بالغ لمشاركتي بجانب زملائنا في اليونسكو الذين شاركوا في تنظيم هذا المؤتمر، وأنني أنتهز هذه الفرصة لكي أشكر الزملاء في اليونسكو مثل ساشا وروبن الذين بفضلهم أيضا وبجانبنا بذلوا جهودا كبيرة جدا لتنظيم هذا المنتدى.
واسمحوا لي أن أقول لكم جميعا أنتم أعضاء المنظمة الذين ساعدوننا على تنظيم هذا المنتدى، ونحن مقتنعون فعلا تماما بأن هذا التنظيم كان فعلا متعدد الأطراف، لذلك وضعنا أو شكلنا فريقا متعدد المصالح والأطراف لتنظيم هذا المنتدى. لذلك فإنني أنا باسمي الشخصي وباسم زميلي دافيد أيضا نشكر جميع الأشخاص الذين لم يبخلوا إطلاقا بأي جهد من أجل عقد هذا المؤتمر على المنتدى الذي خصص لإيجاد الحلول للمشاكل الحاضرة والمستقبلة. السفير مارتينو، أريد بناية أن أشكر أيضا، أن أبدأ بتوجيه الشكر لأعضاء الإنترنت الفرنسي نيكولا شينيه أولا ونيكولا كاستكس، أشكرك. وكنا قد أنشأنا قبل 4 أعوام حسب ما أعتقد فصل الإنترنت الفرنسي، وشكرا لكما. كما وأننا أنشأنا السنتك الفرنسي مع جينيفر وأراها في الصف الثالث، شكرا لك جينيفر، بفضل جهودك فعلا توصلنا إلى القيام بالكثير، وإلى الزميل الذي يهتم بنوميريس، شكرا لك دافيد لجهودك هذه المفيدة جدا. وأخص بالشكر المدير العام بيير الموجود بجانبي الذي يدير دوت اف ار وكل فريق الاتصالات ريجيس ماسي وأيضا الفريق التجاري، شكرا شكرا لكم جميعا لهذه المشاركة الفعالة والمفيدة والمنتجة، ولم تبخلوا إطلاقا لا بجهدكم ولا بوقتكم إطلاقا من أجل إنجاح هذا المنتدى. أريد أن أذكر اسما آخر هو لوران فيغالي عفوا من الأيكان الذي قدم لنا دعمه الشخصي ودعم الأيكان، سيباستيان باشولي وهو سابقا أحد أعضاء الأيكان والناشط بين النشطاء الأولين. وأريد أيضا أن أشكر منجما مجذوب من أورانج الذي ساعدنا كثيرا أيضا، وشكرا لستيفان غيشار الذي شارك في فريق النقاش الرفيع المستوى. وأريد أن أشكر سيد فيران من وكالة فيريا الذي سمح لنا بالقيام بالكثير والذي سمح لنا باستقبالكم ضمن أفضل الشروط. لك الكلمة بيير. يبقى علي أنا باسمي لجنة التنظيم أو اللجنة التنظيمية باسمي المجتمع المدني وباسمي أيضا الجانب التقني أن أشكرك أنت، ولكن أبدأ أيضا بتوجيه الشكر إلى السيدة راموني والسيدة نجمة بشارة ومهدي مقريت. Je voudrais aussi remercier Laurent Stefanini et la... وأريد أن أشكر أيضا لوران ستيفاني والوفد الفرنسي بجانب اليونسكو الذين ساعدوننا كثيرا، وما يمكنني قوله أن هذا الفريق النشط فعلا ساهم إلى بعض الحدود بإنجاح أعمالنا. ولن أنسى أيضا أن أشكر المجلس الرقمي الأعلى ورئيسه
ماريلو لروا أيضا من المجلس ومن الرسب. أشكركم جميعا، أشكر كل هؤلاء الأشخاص الذين فعلا بذلوا جهودا عالية، وعدد منهم كان لم يعرف سابقا ما هو الاي جي اف. شكرا مرة أخيرة للجميع لكل ما فعله من أجل إنجاح هذا المنتدى وتيسير أعماله السفير مارتينو. شكرا جزيلا لكم جميعا، وأعذرونا إن لم نذكر جميع الأشخاص الذين ساهموا في تنظيم هذا المنتدى، وأخص بالذكر كل المتطوعين الذين عملوا بجد ونشاط خلال الأيام الماضية، إذ أنه بدونهم لما كان لهذا المنتدى أن ينجح بهذا الشكل. لقد قمتم بعمل رائع سواء على صعيد اللوجستي أو على صعيد تدوين الملاحظات أو على صعيد أيضا صياغة الملخصات وغيرها. شكرا لكم جميعا، وشكرا لجامعاتكم ولكل المؤسسات التي تنتمون لها، وتأكدوا ونحن متأكدين من طرفنا بأن مكانكم مرموق داخل مجتمع الاي جي اف. وبما اننا البلد المضيف، اي اننا لازلنا في اطار الوقت المخصص لنا، فانني ساعطي الكلمه لشخصيتين من منظومه الانترنت الفرنسيه لو صح التعبير، لأن هاتين الشخصيتين تمثلان أفكارا ومواقف حاولنا جميعا فعلا أن نبرزها خلال نقاشاتنا. أريد أن أدعو ألكسندر زالوفسكي، وهو مؤسس أغورا، وهو أيضا أحد أعضاء المجلس الرقمي، ولطالما كان منذ زمن بعيد من بين الداعين للبرمجيات الحرة. وأريد أن أدعو أيضا ألكسندر إلى هذه المنصة. سعادة السفير عزيزي دافيد، أيها السيدات والسادة، إنه لشرف بالغ لي شخصيا ولي شركتي أن نشارك في هذا المنتدى لعام 2018، وأننا نشكر السفير مارتينو ونشكر أيضا بيير بونيس لدعوتنا للمشاركة في هذا الحدث بجانب أصدقائنا. إننا نتقاسم كل قيم مجتمع الاي جي اف. إننا نحلم ونعمل من أجل انترنت مفتوحة، شبكة مفتوحة وحيادية. إن حيادية الانترنت ينتقدها أو يتعرض لها البعض. نحن لا نريد أن تكون شبكة الانترنت أن تكون بمثابة جافة مصغرة، أي أن تكون تلك الشبكة الصغيرة المحصورة لتقديم بعض الخدمات للبعض. فنحن نرى أن كل شيء لا يمكن أن يباع أو يشترى، فنحن نريد للانترنت أن تكون شبكة مفتوحة ولا تبخل ببياناتها وبمعارفها. إن ذلك يعكس تماما ثقافتنا وقناعتنا، كما وأننا لا نعتقد بأن أي دولة مهما كانت قوية أن تتمكن هذه الدولة قادرة على ضمان فعلا حرية مواطنيها. نحن نؤمن بعالم عالم انترنت حر، وذلك كالقيم التي آمنا بها منذ عصر الأنوار. كنا في أوروبا أو خارج أوروبا، وهي القيم فعلا التي نؤمن بها هذه، والتي نجد داخلها
احترام الحياة الخاصة أو الخصوصية والأخلاقيات التي نتمسك بها، ويجب علينا جميعا مجتمعا مدنيا وحكومات أن نعمل من أجل احترام مبادئ الإنترنت. أي شبكة مفتوحة وحرة تسمح لكل فرد أن يؤكد على وجوده وأن يفكر وأن يعمل في هذا الإطار أو الفضاء السبراني. يجب أن نعمل من أجل ذلك، من أجل الإنسانية. هذا هو التحدي الكبير الذي يواجهه جيلنا. نحن المفكرون وصانعو الويب يجب أن يكون هذا هو نضالنا الأساسي، وهو النضال الذي أنا أحمله بجانبي مؤسسة أجورا منذ 18 عاما. فكل البرمجيات التي نطورها جميعها حرة، وهذا ما نسميه ب F2F، لأننا نعتقد بأن كل القيم التي نتقاسمها لا يمكن أن تنعكس برقم مبيعاتنا، بل بما ننتجه فعلا وما يؤثر وكل انعكاسات هذا الإنتاج. فأكثر ما يسعدني هو ما أراه فعلا من انتشار هذه البرمجيات، لا سيما في تلك البلدان غير القادرة على اقتناء مثل هذه البرمجيات. مرة أخرى أريد أن أكرر إلى أي مدى سعدت وشرفت أن أعمل معكم خلال هذه الأيام الثلاثة، وإنني لا أتمنى أن تبقى شبكة الإنترنت شبكة رائعة. Make our internet great forever. J'invite Eric Léandry, fondateur. وأدعو إريك ليندري من كوانت للانضمام إلى المنصة، وهو أيضا من رواد الشبكة في فرنسا ويحمل قيما عزيزة على قلوبنا. كوانت هي محرك بحث بديل، ولقد وجد هذا المحرك قبل الدي دي بي آر. شكرا جزيلا لاستقبالنا، وشكرا لاستقبال كوانت. شكرا لكم جميعا. سأباشر بجوهر الموضوع. شكرا جزيلا لدعوتنا للمشاركة في هذا المنتدى، وإنه شرف عظيم لنا، لا سيما وأن هذا المنتدى لهذا العام قد نظم و عقد داخل هذه المنظمة التي تعمل من أجل الحقوق الإنسانية واحترامها. لقد قمنا بمناقشة كل ما له علاقة بالإنترنت، لا سيما تلك العلاقات بين الثقافات والبشر، والتفكير بكل تلك الأساليب التي من شأنها التي تساعدنا على تصحيح وتصويب كل تلك الأخطاء التي قد تحصل بسبب الإنترنت. وإننا يوم أمس قد أحيينا ذكرى الاعتداءات التي تعرضت لها باريس في 13 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2015، وإن القيم التي نمثلها من خلال كوانت ومحرك كوانت إنما هي قيم نتقاسمها جميعا. ولقد كان هذا المحرك منذ بداياته الأولى قائما على احترام الحقوق الإنسانية التي تؤمن بها الأمم المتحدة، ومنذ البداية فنحن عقدنا العزم على احترام الحقوق الإنسانية. لطالما كانت هذه المسألة هي محركنا الأساسي، لا سيما احترام الخصوصية والحياة الخاصة، واحترام أيضا إتاحة الوصول لكل فرد ولكل طرف، وكل هذا يمر عبر التصميم. لذلك كانت
كان مسعانا منذ البداية عدم الاستئثار أو جمع أي بيانات تخص مستخدمينا، وألا تضر وألا يضر ذلك بمعتقداتهم، ولكن كي لا يسمح هؤلاء أيضا بالتجذر في تطرفهم إن كان لديهم أي تطرف، بل على العكس لمساعدتهم على فتح آفاقهم وفتح النوافذ أمامهم، لأن فتح شبكة الإنترنت يمكنها أيضا أن تساعد على احترام حرياتنا جميعا. وإن البحث أكثر فأكثر في خصوصيات البشر لن يساعدنا إطلاقا فعلا على التقدم. فالجميع يعرف أنه لا يمكن أن نلعب دور الإطفائي إلى ما لا نهاية عن طريق اللعب على الأوتار الحساسة وذلك باسم مكافحة المضامين المتطرفة، وهي المسألة نفسها التي تجعلك غير متسامح. فكيف يمكن ذلك؟ إن فكرة هذه الطاقة الخضراء الجديدة التي يدعو إليها الجميع، نحن نؤمن ونعتقد بأنه يجب أن نطبقها على عالمنا الشبكي، ولكي يتمكن هذا العالم فعلا من النمو يجب فعلا أن يتمكن جميع الفاعلين محليا وأقليميا وعالميا أن يتبوأ كل مكانه. واليوم فإن هذه المكانة التي يجب أن تكون لكل طرف محفوظة تتهددها اليوم استئثارات البعض والآخر ورغباتهم. لقد قال الرئيس ماكرون يوم الاثنين يجب الخروج فعلا من هذا البديل الخاطئ، أو بالأحرى من هذه القناة الضيقة التي تضعنا من جهة بين جوجل وبين جوجل الصيني لو صح التعبير. ونحن ندعو إلى شبكة مفتوحة أمام الجميع وعادلة ومنصفة للجميع، وهذا يمر عبر العزم والإرادة التي يجب أن تساعداني على كسر الاحتكارات والامتيازات إتاحة الوصول للجميع لاستخدام أو للاستفادة من الخدمات التي يريد، وأن يختار كل فرد ما يريد من هذه الخدمات. نحن بحاجة للأمريكيين والصينيين والروس، ونحتاج أيضا للإفريقيين والهنديين وجنوب أفريقيا والقارة الآسيوية والأوروبية. نحتاج للقارات الخمسة، ويمكن أن نضيف قارة سادسة إن شئتم، ونحتاج إلى الأمم المتحدة. أكثر من أي وقت مضى علينا أن نواصل العمل لكي يظل الإنترنت شبكة تحظى بحماية وتكون محايدة للجميع وإلى الأبد. Thank you very much. شكرا جزيلا. سوف نبدأ جلسة الميكروفونات المفتوحة كما تسمى، أي الأسئلة والأجوبة. إن كنتم تريدوا طرح سؤال فيمكن أن تستخدموا الميكروفونين، أحدهما إلى اليسار وأحدهما إلى اليمين. وإن كنتم تشاركون على الإنترنت فأرجوكم أن تستخدموا نظام الصف لطرح الأسئلة، وهناك تعليمات لاستخدام هذا النظام. تفضلي. سعد السفير مارتينو، وأنا ميسرة هذه الجلسة، وسوف نأخذ أسئلة من القاعة وعن بعد. هنالك محضر كتابي وأرشيف لهذه الجلسات، سنحاول ألا نرد على الأسئلة بشكل مطول لكي نستمع لأكبر قدر من الأسئلة، وأرجو أن لا تطيلوا وأن تطرحوا أسئلة وليس ملاحظات. إذن هل يمكن أن تعرفوا بأنفسكم من أي بلد أنتم وما هي الجهة التي تمثلونها؟
وأن تتحدثوا ببطء. أنا ليدا من غانا من منتدى بلدي. أنا أشارك للمرة الأولى في هذا المنتدى واستفدت كثيرا. ساهمت في مجموعة من الجلسات واهتممت خاصة بالجلسة المخصصة لشمل الجميع وضمان الوصول وسد الثغرة الرقمية خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات. وفهمت أنه يجب الوصول إلى الأجهزة وإلى البنى التحتية. بالنسبة للبنى التحتية رأينا العديد من المبادرات لتحسين البنى التحتية وهناك أجهزة يمكن أن يستخدمها الجميع حتى ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى الطابع متعدد أطراف الشأن للمنتدى، أنا أقترح أن نضع مقاربة مستعرضة بين القطاعات لكي نشمل كل القطاعات والجهات المختلفة، وهذا سيساعدنا على بناء إنترنت الثقة. يجب أن نبني أيضا ثقة الجميع من خلال التفاعل والتحاور مع الجميع باستمرار. شكرا. اسمي ستيف زيلسر، أنا من ليبر نت EPC من سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة. أشارك للمرة الثالثة في منتدى حوكمة الإنترنت، ويبدو أنه في كل منتدى حضرته تطرح مسألة قدرة الدول النامية على الوصول إلى الإنترنت. في الدول الغنية تنفق مليارات الدولارات على شن الحرب، ولكن ليس هنالك كهرباء وإنترنت في الدول النامية. إذن هنالك مشكلة في أولويات توزيع الموارد. الموارد تخصص لأغراض ليست تطوير البنى التحتية في البلدان التي تحتاج إلى هذه البنى التحتية لتطوير الإنترنت، وأنا أعتبر أن هذا شيء هام جدا. إذن أنا أعود مرة أخرى إلى المنتدى وأسمع نفس الشيء، هنالك مشكلة. وبالنسبة لتكنولوجية الأتمتة والروبوتات، هذا له وقع كبير في الولايات المتحدة. فالناس يفقدون فرص عملهم، والاقتصاد الجديد المبني على الأتمتة والروبوتات سيكون له تأثير سلبي ليس فقط في الدول النامية وإنما حتى في الولايات المتحدة، ويجب التطرق إلى هذه المسألة. ما الذي ستؤول إليه الطبقة الكادحة بسبب تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي؟ كيف سيكون مستقبلهم؟ هذه المسألة تؤثر على العالم بأسره وطبعا أيضا على الدول النامية، أعتقد أنه يجب التطرق إلى هذا الموضوع في المؤتمر القادم. في سان فرانسيسكو نحن نعيش كابوس. النيران تكتسح كل شيء بسبب تغير المناخ، وهذا يجب أن نتطرق إليه. فلا يمكن أن نبني العالم في فراغ. ما يحصل حاليا في كاليفورنيا، هذه النيران الحرائق تؤثر ليس فقط على كاليفورنيا وإنما على العالم بأسره، ونحتاج إلى جهود دولية لحل المشاكل المحيطة بالبيئة. الأشخاص في سيليكون فالي الذين يعتقدون أنه يمكن أن يعملوا بغض النظر عما يجري في بقية العالم يعيشون في عالم خيالي. عندما أعود إلى كاليفورنيا ربما سأفكر في اشتراء قناع لكي أتنفس بشكل طبيعي، وأنا كنت أفكر أن المرأة يحتاج إلى قناع في بيجين ليس في كاليفورنيا. إذن أعتقد أنه يجب التطرق لهذه المسائل. شكرا. أنا والتن نارفس، أمثل المجتمع الفني، أنا من هولندا. في المؤتمر السابق تحدثنا كثيرا عن التغيرات التي قد يشهدها المنتدى، ولدينا برنامج اسمه تعزيز التعاون. وتم نشر وثيقة ثانية وأريد أن أقتبس منها، ففيها بعض المقترحات. نحن نقدم المشورة في الفترة الفاصلة بين كل منتديين لتحسين عملنا ولكي تكون الجلسات أكثر تفاعلاً للتوصل إلى حلول أو ممارسات فضلة. ولاحظنا أيضاً أنه في إطار العملية التقليدية المتبعة في المنتدى من الصعب التوصل إلى
قرارات ونحن نحاول التوصل إلى آليات على الإنترنت وخارج الإنترنت قد تساعد على التوصل إلى قرارات. ثالثا قيادة الماج المجموعة الاستشارية، كما قال السيد الذي تحدث منذ برهة هنالك مواضيع هامة جدا قد لا تطرح من خلال هذه العملية التي تنطلق من القاعدة إلى القمة. إذن ربما يجب طرح هذه المسائل الهامة جدا والمهمة للمجتمع الدولي. أريد أن أقدم لكم ثلاثة أمثلة على أساس ما حصل، وأنا لا أنوي انتقاد أي أحد. أنا أشارك للمرة التاسعة في المنتدى في ظرف 10 سنوات. إذن عندما أذهب إلى جلسة عن استغلال الأطفال عبر الإنترنت، أعرف أنني سأسمع نفس ما سمعته في المنتدى السابق بدون أن نتوصل إلى نتائج ملموسة. إذن قيادة الماج المجموعة الاستشارية أعتقد أنه يجب أن تساعد على التوصل إلى حلول. النقطة التالية تتعلق بالتنسيق. هناك 10 مواضيع خاصة بالأمن الإلكتروني. لماذا لا نجمع الخبراء المرموقين ونتوصل إلى حلول؟ إذن أعود إلى مسألة النتائج الملموسة. هل يمكن أو ربما يمكن أن ننظم جلسات عمل أو جلسات تفاعلية، لا يهم ما سنسميها، لتوصل إلى نتائج ملموسة؟ بدون تفاوض قد نتوصل إلى حلين مختلفين، ولكن يمكن أن نهتدي بهذه الحلول المقترحة للسير إلى الأمام. إذن أنا أرجو أن يؤخذ هذا التقرير بمحمل الجد لكي نحسن طريقة عملنا في المستقبل. شكرا. باسمي وفد كوبا أريد أن أشكركم على هذه الفرصة المتاحة لي لكي نعمل معا ونتحاور ونتناقش ونواصل إحراز التقدم في هذه المواضيع الهامة للغاية. تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تلعب دورا حاسما في حياة المواطنين، لكن نحتاج إلى بناء الثقة وحماية الأخلاقيات والتشجيع على الابتكار. أريد أن أشكر مرة أخرى منتدى حوكمة الإنترنت الذي سمح بمناقشة هذه المسائل. يجب أن نعمل معا للتوصل إلى حوكمة مبنية على المشاركة على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنهج متعدد الأطراف، وذلك بمشاركة كل أصحاب الشأن على أساس أدوارهم ومسؤولياتهم المختلفة. تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لا يمكن أن تتجاهل الأفراد وتطورهم ونموهم، سواء تعلق الأمر بالحكومات أو الشركات الخاصة أو الجامعات، كلها يجب أن تعمل معا للوقاية من استخدام الإنترنت لأغراض إجرامية وشريرة، ويجب أن نكافح القرصنة على الإنترنت والإرهاب، وأشجع أمانة الIGF على مواصلة بحث هذه المواضيع. شكرا. شكرا لأنك ذكرتنا إذن هذه الجلسة مترجمة باللغات 6 للأمم المتحدة، إذن يمكن أن تتحدثوا بلغاتكم الأم. هنا أنا ريناتا كنيدو، أنا من مجتمع المنتدى، فأنا أشارك للمرة الثالثة. أتي إلى هنا لكي أفكر في عدة مواضيع. أشكر لين على تعيين الأعضاء الجدد في الماج في وقت مبكر، ولقد سنحت لي الفرصة للتعرف على البعض منهم من خلال الحوار، ومع الأمين ليو سوف نتعرف عليهم أكثر. أتمنى التوفيق للأعضاء الجدد، كارلوس أفونغو من البرازيل، ماريا بواسكا ماليس من ريترو ديجيتاليس، أعتقد أيضا أنه يجب أن نتذكر دائما أن منتدى حوكمة الإنترنت هو ملكنا جميعا.
أنتم ترون مترجمين في القاعة، إذا وفرتم الترجمة فسيشارك الناس من مناطق مختلفة. هنالك بعض المجموعات شعرت بأنها مهمشة. أنا لدي صديقة هي حامل وبالتالي تشارك عن بعد من بيتها، ولكن هناك بعض المشاكل في الصف لتناول الكلمة إلكترونيا. أشكر الأمانة وأشكر الأعضاء الجدد على المعلومات التي تقدموا بها. مايك نيلسون وهو عضو سابق أتى لكي يتحدث عن تقريره وسرني ذلك. نحتاج إلى هذا الفضاء، نحتاج أيضا إلى فضاء للهدوء وإزالة التوتر. شكرا. فازنا ببايدي من Internet Governance Project في جامعة جورجيا تيك. أبدأ بالأشياء الإيجابية. شكرا جزيلا وأشكر الحكومة الفرنسية على استضافتي هذا المنتدى، كان منظما بشكل محكم وجيد. والآن سأقرأ بياني تقول المتحدثة. أعتقد أن حكومة الإنترنت قد حدنا عن هذا الموضوع خلال هذا المنتدى. حضرت العديد من الجلسات ولكن نادرا ما شاركت في جلسات تطرقت فعلا إلى المسائل التي من المفروض أن نتطرق إليها والتي يمكن أن نتطرق إليها. لا يمكن أن نتحدث عن مسائل طابع محلي أو طابع وطني. مهمتنا تتمثل في أن يظل الإنترنت عالميا وحرا. أنا أريد أن أذكر لماذا نحضر هنا، ويجب أن نتحدث عن الأشياء التي تؤثر على هذه المبادئ، مبادئ الإنترنت المفتوح الحر. ونحن نريد من المنتدى أن يمثلنا، نريد أن يكون جدول أعمال يمثلنا بالفعل. يجب ألا ننسى لماذا نحن هنا. تحدثنا عن البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والمسائل الجنسانية والشباب. هذه مسائل هامة جدا طالما كانت تؤثر على منتدى حوكمة الإنترنت أو على موضوع حوكمة الإنترنت عفوا. نحن هنا لكي نتحدث مع الحكومات والمجتمع الفني والمجتمع المدني وأطراف أخرى لا تسمح لنا الفرصة للتحاور معها. نحن نريد أن نتحدث عن الأطراف الأساسية متخذي القرار. طبعا هناك مجموعات أخرى تتخذ القرار، ولكن نحن هنا لكي نتحدث مع من يتخذ القرار. أنا أشعر بأننا لا نتحدث مع صناع القرار، مع الأشخاص الذين يتخذون القرارات، وأننا لا نطرح المواضيع لكي يقوم فعلا هناك أن يقوم فعلا حوار مع المجتمع. هل هنالك شخصان في الصف الافتراضي؟ إذا شخصان يودان تناول الكلمة من المشاركين عن بعد. أرجوك أن تنتظر لحظة سيدي. All those beeps are promising, but if we need a few more seconds, we can go to. سوف نستمع إلى المتحدث التالي ثم نعود إلى المتحدثين عن بعد. أنا اسمي رادين غوبتانا من الهند. نامستي، مرحبا. أريد أولا أن أهنئ الأمم المتحدة على منتدى حوكمة الإنترنت وأشكر حكومة فرنسا على تنظيم هذا المؤتمر الذي سمح لي بالمجيء من وقت بعيد أو من مكان بعيد. لقد تعلمت الكثير في الأيام الثلاثة الأخيرة. اقتنعت بأن التكنولوجيا هي عامل ممكن. التكنولوجيا تحمل في طياتها العديد من الفرص، ولكن أعتقد أن انتشار التكنولوجيا والأتمتة والروبوتات تفضي أيضا إلى فقدان فرص العمل. عندما يجتمع المنتدى في السنة القادمة في ألمانيا،
أعتقد أنه يجب أن تتطرق إلى الإنتاجية وانتشار التكنولوجيا، ويجب تذكر أن الإنسان يجب أن يكون دائما في المركز. إذا كنتم بصدد وضع الأفكار للمنتدى السنة القادمة، أريد التركيز على كيفية خلق فرص العمل في قطاعات معينة. نحن عدد سكاننا في الهند 1.3%، ويبدو أن 60% من مناصب العمل قد تختفي، وأنا قلق بسبب بعض الظواهر التي أشهدها، وأرجو أن تتطرقوا إلى ذلك. وأنا أعتقد أن الهند يجب أن تستضيف منتدى حوكمة الإنترنت في المستقبل. شكرا. Thank you. Let me just check with Anya in the online queue. هناك متحدث عن بارد. إذن سأنتظر إلى حين تلوح بيدك لكي نستمع إلى متحدث عن بعد. مرحبا، اسمي فلورنس بيزيلونسكي، أنا ناشطة لمنظمة إنترنت سون فرونتيير، الإنترنت بدون حدود في البرازيل. أريد أن أطلع ببعض الأفكار بعد أن استمعت إلى بيان رئيس الجمهورية الفرنسي الذي تحدثت عنه الصحف كثيرا. هذا البيان كان ثريا واقترح علينا جدول أعمال كامل. بصفتي أمثل المجتمع المدني، هنالك بعض المسائل التي أريد التطرق إليها. من المهم أن نستقطب الانتباه إلى ضرورة التنظيم والتشريع في الدول الديمقراطية. الإنترنت كما قال الرئيس لا يمكن أن تكون مكان لا يسود فيه القانون أو تسيطر عليه بعض الأطراف. السلطات العامة يجب أن يكون لها وجود وتنظيم للإنترنت. وهناك خوف من أن الإنترنت سيكون المكان الوحيد لنشر خطاب الكراهية والتطرف. الإنترنت هو مكان يعكس الآراء الموجودة خارج الإنترنت في العالم الحقيقي. هنالك قوى مضادة للديمقراطية وحرية التعبير، هنالك قوى فاشية، وهذا نسمع صداه على الإنترنت، ونعرف أن هذا يأتي نتيجة بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتهميش. ولا يمكن أن نلوم فقط الإنترنت على هذا الوضع الذي نعيش فيه، ويجب ألا نتأثر سلبا من تنظيمات لمكافحة بعض الظواهر على الإنترنت. الرئيس ماكرون قال أنه يجب أن ندافع على مبادئنا وأفكارنا، وهذا فيه خطر. عندما نتحدث عن الحياد يجب أن نذكر بأن الحياد يسري على البيانات وليس المضامين، وأعتقد أنه يجب أن نتذكر هذه الفكرة. وأريد أن أتحدث عن نداء باريس الخاص بالأمن والثقة بالإنترنت. من الجيد أن يقوم تعاون بين الدول، بدأ ينمو، ولكن من المقلق أن نتحدث عن أمن البيانات بدون أن نتحدث عن الرقابة والتجسس الذي تقوم به الدول. ويجب أن نتحدث عن حماية الخصوصية والتشفير، ولا يمكن أن نفكر في حوكمة الإنترنت بدون طرح هذه المسائل. شكرا. شكرا سالا. شكرا لن سالا مانيكا. أنا أتحدث بصفتي الشخصية، فلقد انتهت ولايتي في الماغ. أشكر الحكومة الفرنسية على حسن استضافتها والإنداسة والأمانة. استمعت إلى البعض من الملاحظات التي تم الإدلاء بها، وأدعو المجتمع الدولي وخاصة من يريد أن يشارك في اجتماع الماغ الأول والجلسات المواضيعية. إذن أول اجتماع للماغ سيكون في بداية السنة القادمة. هنالك رابط يمكن أن تطلعوا عليه، فيمكن الإدلاء بآرائكم إلكترونيا. نقطتي الثانية
ما أننا نقوم بجرد المنتدى وترأست أو يسرت جلستين خلال الأيام الثلاثة الماضية، أحدهما يتعلق بأمن الإنترنت، وهنالك موضوع جامع كان الثقة بالإنترنت. ما نشهده في العالم اليوم هو تحديات ومخاطر على الثقة، وهي الخوف. الثاني هو حب المال، والتهديد أو الخطر الثالث لا أتذكره تقول المتحدثة، ولكن هذا لا يهم. إذن نرى طرف نقيض وصف بأنهما كاليفورنيا من جهة والصين من جهة، ولكن الاثنان يقومان بالرقابة، أحدهما علنا والثاني بشكل سري. يجب أن نفكر في مجموعة مشتركة من المبادئ. هنالك نظم حكم مختلفة، ولكن يجب أن نتوصل إلى مجموعة من المبادئ المشتركة والعالمية لكي يشتغل الإنترنت بشكل سلس. شكرا لك. سنستمع الآن إلى المشاركين عبر الإنترنت. السؤال غير مسموع في مقصورة الترجمة العربية للأسف. Maybe you can use the hand mic there, Anya. For some reason, those two mics aren't working, even though they light up. يمكن أن تستخدمي الميكروفون الآخر. لقد قرأت ملاحظة منهار باكوري، الأمين العام قام بتجديد أعضاء المجموعة الاستشارية. هنالك 52 عضوا سوف يقدمون المشورة لوضع البرنامج للمدة التالي الذي ستستضيفه حكومة ألمانيا في 2019. ما هي الإجراءات التي تتم مناقشتها لضمان المشاركة عن بعد للاستفادة من قوة الإنترنت لكي تكون المشاركة عن بعد بنفس قوة المشاركة الفعلية إنجاز القول؟ شكراً. المشاركة عبر الإنترنت هامة جداً بالنسبة لنا. أعتقد أننا حرزنا تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، ولكن ما زال علينا أن نبذل المزيد من الجهود ونحقق المزيد من النجاح. هل تريد أن تضيف شيئاً؟ نعم، هذا صحيح. ومستضيف المنتدى القادم سيتخذون الخطوات الضرورية لكي تسير المشاركة عن بعد بشكل سلس. أكيد كلمة. مرحباً، أنا من Rise Coalition في البرازيل، وأريد أن أقرأ خطاماً مفتوحاً بمناسبة منتدى حوكمة الإنترنت ل 2018 الذي ينعقد من 12 إلى 14 نوفمبر في باريس. فإن Network Rise Coalition تريد أن تعلن عن موقفها بشأن المخاطر التي تواجهها سياسات حوكمة الإنترنت في البرازيل بسبب الحكومة الجديدة. البرازيل أحرزت تقدماً ملحوظاً في السنوات الماضية في مجال حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والإدارة الديمقراطية للاتصال من خلال حكومة الإنترنت بالشراكة بين الأطراف المختلفة لمواجهة التحديات. وهنالك قانون عام بشأن حماية البيانات وسياسات لتوسيع الوصول والتواصل. وهذا أعطى للبرازيل مكانة مرموقة واعترافا دوليا فيما يتعلق بالتعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع العام، وهذا كان له عميق الأثر الإيجابي على تطوير الإنترنت في البلد، وتم إقامة توازن بين المجموعات المختلفة في المجتمع. و Civil Rights Society هي نتاج هذا التعاون، وتم وضع مبادئ متفق عليها وتحديد الواجبات والمسؤوليات، وهذا أصبح مرجعا في العالم. هنالك شيء آخر، كان سن قانون حماية البيانات الشخصية بالاتساق مع الجي دي بي آر الأوروبية لضمان خصوصية البيانات الشخصية وتوفير الحماية القانونية للتكنولوجيات الجديدة. هذا القانون يوفر أيضا الجهود المناسبة لوضع سياسات عامة على أساس معالجة البيانات من قبل الدولة، وذلك لتفادي
الرقابة غير الضرورية والاعتباطية على المواطنين. ومن المؤسف أن السلطة الوطنية لحماية البيانات الشخصية التي تطلع بدور حاسم اعترض عليها الرئيس الجديد، والسيطرة على البيانات الشخصية سوف تقدم إلى هيئة عسكرية في البرازيل، وهذا يعرض الحرية الديمقراطية للخطر. الحكومة الحالية قد تكون خطرا على الحريات، ونحتاج إلى مساهمة كل فئات المجتمع، ولكن الحكومة قد تستخدم هذه الفئات المختلفة للسيطرة على المواطنين. يجب اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية البيانات في القطاعين الخاص والعام، وذلك من خلال استخدام تكنولوجيات آمنة وتطوير التجفير. وأخيرا، من الضروري تعزيز المؤسسات التي تضمن البنية الديمقراطية في سياسات الإنترنت، وخاصة اللجنة التوجيهية للإنترنت وشبكة البحوث والتعليم والجامعات ومراكز البحوث التي تساهم في تطوير وضمان سيادة البنى التحتية والإنترنت في البرازيل. في هذا الصدد، فإن Network Rights Coalition تعترض على الدعاية التي تجرى على المنصات التي تهيمن على الإنترنت، مثلا التدخل في الانتخابات. فشاهدنا انتهاكات كثيرة لقانون الانتخاب. المنظمة الأعضاء في Network Rights Coalition من خلال هذا الخطاب المفتوح تريد حشد دعم المجتمع الدولي لحماية الحقوق في البرازيل. ففي إطار حوكمة الإنترنت لا مكان لإجراءات مناهضة للديمقراطية. شكرا. Thank you. I would like to ask everybody. شكرا. أطلب منكم أن تلتزموا بالوقت قدر المستطاع لو سمحتم. اسمي سونيا هيرينغ، وأنا عضو في لجنة التنفيذية لهيئة الحوار حول الإنترنت والمنسقة باسم تركيا، ولكن أتحدث الآن بصفتي رئيسة فريق العمل حول مشاركة الشباب في منتدى حوكمة الإنترنت لـ 2018. بدأنا في العمل في هذا في هذه المجموعة كجزء من منتدى حوكمة الإنترنت للشباب، وقد أطلقنا تحالفا ديناميا من الشباب، وبدأنا بتحديد اهتمامات الشباب في حلقات دراسية مختلفة، ولكن اثنان فقط من الأشخاص الذين دعوناهم جاء إلى باريس، والبعض الآخر قال لا نحتاج إلى دعوة من أجل المشاركة في هذا المنتدى، وهذا خيب أملنا. أنا وبعض أعضاء فريق العمل هذا من بذل الجهود في إطار هذه المجموعة نود أن نقول فلنكف عن الحديث عن الشباب كأنهم غائبين عن القاعة، فلنكف عن التحدث عنهم كأنهم ليسوا أولياء أمرهم. هم من المقدامين، من المبادرين إلى إنشاء الشركات وإلى النشاط. بالرغم من أن تحالفنا هو تحالف الشباب، نحن يجب أن نخرج من هذا التعريف، ويجب أن لا ننظر بعد الآن إلى الشباب كشباب فقط، إنما كأصحاب مصلحة وكلاعبين، وبالصدفة هم شباب. إذن هذا ما أتوقعه في السنة المقبلة. ثوان قليلة أستخدمها حتى أقول إن حلقات دراسية أخرى وجلسات أخرى تحمل اسم الشباب، ولكن لم ترسل أي برنامج أو جدول أعمال لا إلى الويزس ولا إلى المنتدى، ولم
تنشر ذلك على موقع الإنترنت. هذه الجهود المعزولة والتي يتم بثها في صوامع تخيب أملنا وتهدر الطاقة والوقت، لذلك لأننا كما قلنا عندما نقوم بهذه الجهود معا هذا يؤتي ثمارا أكثر من قيامنا بعملنا بشكل منفرد. شكرا. شكرا، ممتاز، ممتازة هذه الملاحظات، سنأخذ ذلك بعين الاعتبار في السنة المقبلة. الكلمة لك سيدتي. شكرا. أنا أمثل المجموعة الرقمية من غوادلوب في البحر الكاريبي. أود أن أشكر فرنسا ومنتدى حوكمة الإنترنت على الإعداد لهذا الاجتماع، وكذلك منظمة الفرنكوفونية التي بذلت جهودا من أجل نشر المعلومات. أود أن أتقدم ببعض الملاحظات أمامكم، وهي ملاحظات تقدمت بها خلال جلسة القهوة مع ريناتا. أولا، كمواطنة من جزيرة في الكاريبي شاركت في اجتماع لك، وزملائي يتحدثون الكريول اللغة المحلية والفرنسية والإنجليزية، فيما هذه الجلسة كانت فقط بالإسبانية لأمريكا اللاتينية، وبالتالي لم يكن هناك تسهيلات بالنسبة إلي حتى أشارك في هذه الجلسة. على الأقل وثيقة أو سند خطي من أجل تعبير عن احترامنا واحترام المنتدى لكل المجموعات السكانية واللغوية. ثانيا، أود أن أعرف كيف أو ما هو شكل نموذج متعدد الشركاء لأمن الإنترنت في إفريقيا، وشاركت في هذه الحلقة أو لورشة العمل هذه، ولاحظت أن النموذج المقترح هو نموذج أمريكي ويركز على الظروف الأمريكية ولا يتكيف مع وقائع إفريقيا. وسؤالي هو التالي، كيف يمكن أن نطبق مفهوم الأمن السيبرني الذي صمم في أمريكا على إفريقيا، فيما الثغرات التي نعاني منها هي ثغرات ثقافية؟ نصف إفريقيا يفكر بطريقة والنصف الآخر يفكر بطريقة أخرى، كيف يمكن أن نتحدث عن نموذج هنا ونموذج متعدد الشركات؟ إذن يجب أن نغير النهج، خاصة أننا لا يمكن أن نفرض صيغة إنجليزية أو أمريكية فقط وبالإنجليزية على إفريقيا، ويجب أن نعمل معا وإلا لا شراكة، ولا يمكن أن نتحدث عن شراكة وعن عالمية الإنترنت وحوكمة الإنترنت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشارك من خلال الإنترنت، تفضل. مرحبا، اسمي لون، هل تسمعونني؟ نعم، حسنا، شكرا جزيلا. اسمي لورنس وانا انا اتحدث من أبوجا من نيجيريا، واود ان اشكركم على هذه الفرصه المتاحه لي حتى اتبع مداولاتكم في باريس. اولا اود ان اشكر الفريق على كل الجهود التي بذلها من أجل ربطنا بشبكة الإنترنت حتى نتمكن من متابعة مداولاتكم واجتماعاتكم. وقد تم ربطنا بالويبكس، وأنا متأكد أن هذا قد استدعى جهودا كثيرة من طرفكم ولم يتم إقفال أو حجب موقعكم، وهذا أعطاني فرصة متابعة أعمالكم من أبوجا. أحد المتحدثين في الدورة المتعلقة بغربلة المعلومات وحجب المواقع قال أو تحدث بغير الإنجليزية، بلغة غير الإنجليزية، ولم نتمكن من متابعة الترجمة. ونعرف أن الترجمة كانت متوفرة في القاعة، ولكن نحن لم نستمع إلى الترجمة. وأنا على يقين أن كثيرا من المساهمين والمشاركين عانوا من هذه المشكلة. لهذا السبب نود أن
نشدد على ضرورة أن نفهم لغة المتحدث، ولا يمكن أن نحدق طويلا بالشاشة حتى نقرأ الترجمة، لأن هذا مضن ومتعب بالنسبة إلينا ومنهك. شكرا، عفوا لكل هذا الإزعاج. تفضل، الكلمة لك. اسمي كيني إفكيني من الاتحاد الروسي. إفكيني، أنا أعمل بالتعاون مع خدمات أو الإدارات في إدارة بلادي، والإنترنت الآن أصبحت ملكا للجميع وأصبحت نسخة سيبرنية لعالمنا. لم يعد حكرا لا على العسكريين ولا على الجامعيين، بل اليوم لا يمكننا أن نعول على تنظيم ذاتي لعالم الإنترنت كما في الحياة العادية واليومية. لدينا قواعدنا، لدينا قوانيننا، لدينا النصوص القانونية، وكذلك في العالم الافتراضي نحتاج إلى الأنظمة والقواعد والقوانين والتنظيم، تنظيم مشترك ودولي. قبل يومين قال الرئيس ماكرون إن هناك مقاربتان، المقاربة الكاليفورنية والمقاربة الصينية للإنترنت، ولكن من الأفضل أن نصل إلى توازن في حوكمة الإنترنت. والاتحاد الروسي يعتبر ويعتقد أن الدول والمنظمات الدولية الحكومية تلعب دورا مهما جدا، مثلا عنيت الأمم المتحدة، اليونسكو، الاتحاد الدولي للاتصالات. نحن نعتبر أن للدول حقوقا ولكن أيضا واجبات من أجل حماية سيادة الدول وحماية المصالح العليا لكل دولة، وكل بلد أيضا يجب أن يكون له نهج في هذا الإطار يأخذ بعين الاعتبار السمات الخاصة لهذه الدولة وطريقة حماية البيانات، إدارة البيانات ومعالجة البيانات. بالطبع يجب ألا ننتقل من موقف متطرف إلى موقف متطرف في الجهة الثانية، بل على العكس. 3000 شخص شاركوا في هذا المنتدى، واستمعنا إلى عدد كبير من المتداخلين ومن المشاركين، وسئلت أسئلة كثيرة. أنا على يقين أننا بفضل هذا المنتدى سنجد أو سنصل إلى أجوبة كثيرة، سنحصل على أجوبة كثيرة. الاتحاد الروسي لطالما عزز نظام دعم وتدعيم الثقة على الشبكة العنكبوتية، وكذلك عزز الاتحاد الروسي مبادئ وقيم دولية من أجل أمن وسلامة الإنترنت. نحن نؤيد أيضا تنفيذ آليات موحدة واحدة على المستوى العالمي لتنظيم الإنترنت، وهذه القواعد يجب أن يتم صياغتها واعتمادها من طرف كل أصحاب المصلحة وأصحاب الشكل. شكرا جزيلا، شكرا للجميع على تنوع الآراء. تفضل. شكرا، طابت أوقاتكم. اسمي ديريك، أنا من منتدى الاقتصادي العالمي. أود أن أهنئكم على عملكم وأشكر المنظمين والدولة المضيفة. أود أن أشكر أيضا فريق المنتدى وكل المتطوعين، وبشكل خاص الوصول إلى الإنترنت وشمل الجميع هذه الجلسة التي شاركت فيها. قبل أسبوعين قرأت تقارير من IPCC حول التغير المناخي، أي فريق مؤتمر الأطراف الخاص بتغير المناخ، وذكرني هذا بالعمل الذي تم القيام به حتى الآن، وذكرني بقدرتنا للتوصل إلى كل أهدافنا وإلى تكيفنا مع المناخ وتغير المناخ من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستديمة. وهذا يمكن أن ينسحب على الإنترنت، ولكن مشاكل الإنترنت كثيرة أكثر من الحلول التي يقدمها الإنترنت، وأقول ذلك حتى أقول نعم، التكنولوجيا يمكن أن تساعدنا على تنفيذ أهداف المشتركة، ولكن نحتاج أيضا لتحسين الإنترنت وأن يكون هو هدفنا المشترك.
أود أن أعبر عن دعمي المنتدى الاقتصادي العالمي لكم ولمنتداكم ولنشاطه، وأود أن أقول بما أننا منظمة أيضا يتعدد فيها أصحاب الشأن وأصحاب المصلحة، وبما أننا في إطار منتدانا نستكمل منتداكم بعض الشيء، أدعوكم لتفكروا كيف السبيل إلى التآزر والتفاعل فيما بين منتدينا في السنوات المقبلة. شكرا جزيلا، وشكرا خاص 2019 وفيما بعد. شكرا. شكرا. هل من مشارك عبر الإنترنت أيضا؟ نعم، نستمع إليه. هلو، مرحبا، تفضل، نسمعك. تفضل، نسمعك. اسمي أمير مكبري، حائز على دكتوراه في مجال حوكمة الإنترنت ووسائل الإعلام. أود أن أقول أو أضيف ملاحظاتي هنا، وأود أن أهنئكم على تنظيم هذا المنتدى. جميعنا لدينا جميعا أحلام رقمية، أخلاقية، اقتصادية، ثقافية، شفافة وعالمية. الصوت غير واضح والترجمة لا تسمع كل الكلمات ولا تسمع الجمل. آمل، يقول المتحدث، أننا يوما ما في المستقبل القريب سنتمكن من تحقيق أحلامنا هذه، حتى يتمكن كل منا من استخدام الإنترنت بطريقة آمنة من أجل الولوج معا الحقبة الرقمية. شكرا. شكرا. نايجل، تفضل، الكلمة لك. شكرا جزيلا. أصحاب المعالي والسعادة، سيدتي، سادتي، سيدتي رئيسة، قبل سنتين في منتدى حوكمة الإنترنت تحدثت عن كيفية أو عن كيف يستطيع الشباب أن يلهمونا، أن يلهموا الديمقراطية، وكم نحتاج إليهم في مجموعة المبادئ التي نحتاجها في هذا المنتدى. يمكن أو قد كان كلامي هذا ربما غير ضروري أو غير مجدٍ، ولكن الشباب الذين استمعنا إليهم من البرازيل، من المكسيك ومن تركيا في الأيام الأخيرة، الشباب هم الذين في القيادة، هم يقودوننا، هم مستقبل الإنترنت، فلنسمهم ستيك هولدرز، أصحاب شأن أو شباب، فهم في القيادة والصدارة. في الأسبوع الماضي في جنيف أو في السنة الماضية في جنيف تحدثنا عن المنتدى، عن مستقبل المنتدى، تحدثنا عن ضرورة عملنا ونضالنا من أجل صون الاي جي اف، وكنا قلقين إزاء مستقبل الاي جي اف، وقلقنا لأن قليلا من الأشخاص كانوا قد انضموا إلى المنتدى حتى يصبح هذا المنتدى متعدد أصحاب المصلحة. ولكن لماذا قلقنا؟ ما رأيناه هنا بفضل باريس، بفضل فرنسا، وبفضل رئيس فرنسا، وقد أجاذف وأتحدث بالفرنسية، بفضل كل هؤلاء كان هذا المنتدى في دورته الحالية ملهما جدا، وفرنسا أعادت منتدى حوكمة الإنترنت إلى خارطة العالم، وهذا المنتدى ألهمنا جميعا. ولكن سيدتي الرئيسة، هناك أمور أخرى نقلق بسببها، وكما سمعنا على لسان الرئيس ماكرون، هناك مشاكل كثيرة متصلة بالإنترنت يجب أن نواجهها اليوم، وهذه ليست
فقط مقتصرة على ثلاث فئات من أصحاب الشأن أو أصحاب المصلحة، مثلا إنترنت كاليفورنيا وإنترنت الصين أو غير ذلك، فلنتحدث عن المبادئ والقيم التي يستند إليها الإنترنت. نريد إنترنت واحداً موحداً، إنترنت حراً، إنترنت أميناً وملهماً للجميع في عمله، في التعليم، في الثقافة، في نشاط المجتمع. إنترنت واحد يرتبط به الجميع، وأي مكان أفضل من أجل مناقشة الأنظمة والقوانين والقواعد؟ أي مكان أمثل وأفضل من هذا المنتدى، منتدى حوكمة الإنترنت، حيث يجتمع الجميع من أجل أن نتحدث عن مستقبل الإنترنت الذي هو عزيز علينا جميعا. شكرا. Thank you, Nigel. شكرا يا نايجل. أنا أتشوق أيضا لملاحظاتك ومداخلتك في السنة المقبلة. تفضل. شكرا سيدتي الرئيسة. خالد إبراهيم، أنا مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، وأتحدث هنا عن باسم منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأود أن أشكر فرنسا والمنظمين على تنظيم هذا المنتدى. بالفعل هذه المرة الثالثة التي أشارك فيها في منتدى حوكمة الإنترنت للمرة الثالثة. إذن أشارك ولاحظت المشاركة الضعيفة من منطقة مينا، أي شرق الأوسط وشمال إفريقيا. 22 جلسة ركزت على الأمن الرقمي والأمن السيبرني، وهذا موضوع مهم، ولكن ليس لدرجة أن يحظى على 22 حلقة أو ورشة عمل. هناك مسائل أخرى متعلقة بالوصول والولوج إلى الإنترنت، مسائل ومشاكل متعلقة بحرية التعبير على الإنترنت والجريمة السيبرنية. بعض زملائنا مسجونون بسبب إعلانات نشروها على الإنترنت أو بسبب تغريدات نشروها، وبالتالي كل دورة لمنتدانا، أنا تحدثت عن ذلك في السنة الماضية وأتحدث في هذه السنة، كل دورة لمنتدى حوكمة الإنترنت يجب أن يتطرق إلى موضوع ضعف المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يجب أن نجد حلاً ومعالجة لذلك. هناك حلول كثيرة، مثلاً إجراء أو تنظيم منتدى خاص بهذه المنطقة بشكل خاص، واتخاذ تدابير أخرى أيضاً. آمل هذه المرة أن تسمعوا صوتنا وأن تنظروا في المشاكل التي نعاني منها في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شكرا. شكرا. زيادة مشاركة أصحاب الشأن من مينا، هذا موضوع مهم جدا ونعمل من أجله، ومن أجل مشاركة كل المناطق أيضا في الماج وفي كل اجتماعاتنا وفي كل نشاطاتنا. شكرا. شكرا. نستمع إلى مشارك عبر الإنترنت وبعدها نعود إليكم. You want to come back in a minute? Okay. Well, I mean, just so we're doing a sort of round the حسنا، نقوم بجولة هنا. تفضل. مرحبا، أنا مومادولو، عضو لجنة التحضيرية حول حوكمة الإنترنت. أتحدث بصفتي الخاصة والشخصية، أنا عضو ورجل أعمال من السنغال. أود أن أعلق على موضوع ترجمة المضامين في أمانة المنتدى إلى لغات مختلفة كما في الأمم المتحدة. هذه مبادرة ممتازة ونشجع على مواصلتها، وحتى التوجه نحو إنتاج المضامين بلغات مختلفة مباشرة ولغات متنوعة. هذا من شأنها أن ينشر الوعي لدى
تلافي سكاننا وتبني كل شعوبنا لهذا المشروع. هنا يجب أن نتطرق إلى مواضيع حساسة متعلقة بالتعددية السياسية، تعددية الأحزاب، تعددية اللغات، ولا يمكن أن نقوم بحوكمة الإنترنت دون مشاركة الجميع، ويمكن أن يمر ذلك بتعددية اللغوية. شكرا. التعددية اللغوية. شكرا. Thank you, Mamadou. You have the floor. Hi everyone. شكرا. أنا جينا. أنا سفيرة عن الشباب في منطقة آسيا والمحيط الهادي. هذه أول مرة أشارك في منتدى حوكمة الإنترنت، وحاولت قصارى جهدي خلال الأيام الثلاثة المشاركة في العدد الأكبر من ورشات العمل. وبما أنني سفيرة منطقة آسيا والمحيط الهادي، لاحظت أنه من المهم أن نركز على مشاكل منطقتنا في هذا المنتدى، خاصة من منظار الشباب. ذلك لأن منطقة آسيا والمحيط الهادي متنوعة، فيها شعوب لديهم أو يأتون من خلفيات ثقافية وتاريخية مختلفة، ويجب أن ندعو كل هؤلاء على تنوعهم إلى الIGF، ويجب أن نجري مناقشات متفاعلة بعدد أكبر حول المواضيع التي تهمنا، حتى نتبادل التجارب والأفكار، وذلك من أجل سد الهوة الرقمية ومن أجل زيادة شمل أكبر عدد ممكن من الأشخاص في النهوض والتقدم بالإنترنت. شكرا. شكرا للمتحدثين الأخيرين على التزامهما بالوقت المتاح لكل متحدث. سأضطر لإقفال صف المتحدثين قريبا. إذا ما كنتم فعلا تصرون على الكلام فاسرعوا واحجزوا مكانا لكم قبل إقفال الطابور. شكرا ميغيل، تفضل. شكرا جزيلا على عطاء الكلمة. شكرا للحكومة الفرنسية على استقبالها لنا في هذه الدورة لمنتدى حوكمة الإنترنت رفيعة المستوى. هذا يسمح لنا بأن نعد العدة لدورة المقبلة في السنة المقبلة بأمل كبير. شكرا للمحاضرين، شكرا للرئيسة ولكل العمل الذي قمنا به مع الفريق الاستشاري متعدد أصحاب المصلحة من أجل الإعداد لهذا المنتدى. هذا المنتدى متعدد الأطراف، ما كان ليبصر النور لو لم نكن جميعا موجودين هنا، ولو لم نشارك جميعا. بعضنا جاء من بعيد من أجل المشاركة، وأنا نسيت أن أقدم نفسي. اسمي ميغيل كانديا، وأنا عضو في الماج وأمثل حكومة الباراغواي. أود أن أضيف نقطة إضافية. عندما نتحدث أو نعود بالذاكرة إلى الدورات السابقة لمنتدى حوكمة الإنترنت، نفهم أهمية المواضيع التي اختيرت لهذه السنة وللسنة المقبلة، وهذا موضوع مهم بالنسبة إلى الماج، وأنا عضو في الماج، وهذا مهم بالنسبة إلى السنة المقبلة، وهذا يجب أن يلهمنا في عملنا مع المنتدى ومع الأمم المتحدة. ويجب ألا ننسى أن منتدى حوكمة الإنترنت فريد من نوعه في منظومة الأمم المتحدة، وينسج علاقات مع منتديات أخرى، منتدى رفيع المستوى الذي شكله الأمين العام حول المستقبل الرقمي أو حول الثورة الرقمية. يجب أن نبقي على العلاقات وعلى الاهتمام الخاص بالدول الجزرية النامية الصغيرة والدول النامية. شكرا. شكرا. تفضل سيدي. شكرا جزيلا. شكرا على تنظيم هذا المنتدى. هذه فرصة رائعة من أجل اللقاء بزملائي والأصدقاء، وطالما نفكر بالأشخاص الذين تعذر عليهم المجيء، وموضوع الوصول والاستفادة من الإنترنت مسألة شائكة حساسة. واليوم يوم خاص بالنسبة إلي، هو يوم عيد مولد وائل عباس، وهو يقبع في السجن في مصر. كان مدونا وكان من الأشخاص الذي كنا نحتفل به هنا، وكان يشارك في منتدانا، ولكن تعذر عليه المجيء. لطالما استمتعنا باستماع إلى آرائه
إلى صوته، ولكن في فلسطين، في مصر، في رواندا كثيرون مثله. عندما يواجهون المشاكل والمصاعب نتناساهم أو ننساهم. أنا أفكر بوائل عباس وغيره، لأنهم يخضعون لأنظمة متسلطة، وأود أن نتذكر أن نتذكرهم كأفراد وكأشخاص وكم مشاركين أيضا في منتدانا. شكرا جزيلا. Thank you. Anya, are we ready with the... شكرا. هل باستطاعتنا أن نستمع؟ مرحبا. لدي أو سأقرأ تعليق ألفريدو فيلاسكو الذي يمثل اتحاد مستخدمين للإنترنت في إكواتور. نود أن يكون الإنترنت للجميع دائما. نريد إنترنت حرا آمنا ومنفتحا أو مفتوحا. ومن أجل ذلك يجب أن نجدد فضاءات أو حيز الإنترنت. يجب أن يتقبل الجميع وأن يفرد حيزا للجميع، الحكومات وغيرها. الحكومات ما زالت غائبة في المنتديات الدولية والمنتديات الوطنية حول الإنترنت، ولكن هي الحكومات نفسها التي يجب أن تشارك أكثر وبشكل أوسع، حتى نتحدث عن هذا الموضوع الذي لا تتحدث عنه الحكومات، ألا وهو الأمن. الأمن يجب أن لا يشوش علينا ممارسة حقوقنا ولا يمنعنا من ممارسة حقوقنا. شكرا. شكرا. تفضل. مرحبا. أمين حسين. أنا من أذربيجان وأنا ناشط في مجال حقوق الإنسان منذ 2012. نشارك في المنتدى منذ استضفنا المنتدى سنة 2012، والإنترنت يمكن أن يمكن الدول ويمكن المواطنين، ولكن بعد 6 سنوات من استضافتنا للمنتدى تدهورت الأمور. كثيرون منا لا يمكن أن يتحدثوا هنا، البعض من المدونين قتلوا أو سجنوا. زميلي قتل في السجن في نيسان 2017، والحكومة قالت إنه انتحر، وهو خلال أشهر وأيام لم يتمكن من الحصول على محام. وشقيقي حسين قد كشف مستويات عالية جدا من الفساد، وحتى مؤخرا شارك في منتدى حوكمة الإنترنت، واليوم لقد سجن باتهامات كثيرة ولا يستطيع أن يتحدث. ومنذ 2012 ومنذ أن تم توقيفه أو أوقف، وحتى 2017 لم يتم النظر ب قضيته. رأيت أصدقاء كثر هنا. إذا ما كنتم تريدون الانضمام إلى حملة التضامن التي نطلقها في 24 نوفمبر، نحتفل بذكرى إنشاء حملتنا، كريستوف دولو وزميلتنا ترحب بانضمامكم إلى حملتنا. البعض هم في السجن لأنهم كشفوا الفساد واحتكار الثروة من طرف الأقلية، ومن يمارس هذا الفساد السيدة الأولى في أذربيجان. وتذكروا أن السيدة الأولى من أذربيجان هي سفيرة النوايا الحسنة، سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة. إذن لا تدعوا المنظمات الدولية تشرع هكذا أنظمة سلطوية. شكرا جزيلا. Thank you. Sir, you have the floor. شكرا. مرحبا سيدتي الرئيسة، اسمي كوسيا مسيين من البنين، وأنا نائب رئيس حوكمة الإنترنت في البنين. أريد أن أقدم اقتراحين. الاقتراح الأول يتعلق ب
إنشاء عفواً بالنسبة لي حلقات العمل المتوازية، ولكي نسمح للجميع أن يشاركوا أن نقصر مدة كل حلقة عمل أو ورشة عمل لكي يتمكن أكبر عدد ممكن من حضور كل حلقة، وكي وبهذا الشكل أن نفرد حيز من الوقت في نهاية كل حلقة لتلخيص ما حدث فيها ليستمع إليها من لم يتمكن من مواكبة هذه الحلقة منذ بدايتها. ثم أريد أن أقدم اقتراحا آخر فيما يتعلق بمستقبل الإنترنت. فكل من تطرق إلى هذه المسألة ومن خلال مطالعاتي وأبحاثي اتضح لي بأن هذه الكلمة أو هذا المصطلح، مصطلح الحوكمة بشكل خاص، له تفسيرات وتأويلات عديدة حسب اللغات. لذلك فإنني أقترح، وعندما يتناول الجميع أو معظمهم مسألة الحكم يتناولونها على أساس أن ذلك هو امتلاك الموضوع ويجب فعلا أن نعيد الأمور نصابها. عذراً أن نختصر في كلامنا لكي نعطي الكلمة أيضاً للمتدخلين عبر الخط. نعود إليكم إلى أعطيكم الكلمة. مرحباً جميعاً، أنا ديميشيتو وأنا عضوة في الفريق الاستشاري وهذه ولايتي الثانية. شكراً لكم جميعاً وشكراً لليونسكو وشكراً لفرنسا لاستضافتي الاي جي اف في باريس هذا العام. أريد أولاً أن أتقاسم معكم ثلاثة رسائل قصيرة نابعة من حلقات العمل التي نظمناها يوم أمس وتتعلق بالذكاء الاصطناعي ومساعدة أيضا ذوي الإعاقات للاستفادة من كل هذه التكنولوجيات المتوفرة وكيف يمكن فعلا استخدام التكنولوجيات المتاحة من أجل وضعها بتصرف ذوي الإعاقات. فإن نحن بحاجة فعل لتبادل المعلومات وإذكاء الوعي، ونحن بحاجة لمشاركة الجمهور بأوسع شكل ممكن من أجل نشر كل هذه المعلومات والمعارف وتناول أيضا الأمور من زاوية السياسات على كافة المستويات. ولو طرحنا السؤال التالي، لماذا نشارك في الاي جي اف؟ لماذا أتينا إلى هذا المنتدى؟ فأنا متأكدة من أننا سنسمع نفس الجواب. نحن أتينا لنتقاسم المعلومات ولنستمع لآراء الآخرين ولكي نجد معا السبل والطرائق اللازمة من أجل صوغ سياسات تمكننا فعلا من معالجة الموضوعات التي تهمنا. وأنا أتطلع للمشاركة في المنتدى المقبل وأتطلع أيضا لتعزيز كل هذه النماذج التي فعلا نقوم جميعا بصوغها. فإلى اللقاء في برلين العام القادم عندما قلت بأنه سنتوقف الآن من الاستماع إلى أسئلتكم من القاعة لنستمع إلى أسئلة عبر الخط، ولكن سنعود إليكم الآن. شكرا، أنا من غامبيا أعمل في منظمة تابعة للمجتمع المدني. فما نقترحه واقترحناه خلال هذا المنتدى هو كيف يمكن فعلا جعل هذا المنتدى أن يكون أكثر تمثيلا لا سيما على صعيد الحكومات. فأنا أتمنى فعلا أن يكون هناك تمثيل أوسع للحكومات لا سيما من أفريقيا.
نتطلع لكي نستمع من قبل هؤلاء الممثلين الحكوميين عن كل المسائل التي تهمنا ومعالجتها. أما فيما يتعلق بالاستثمارات فنحن في غامبيا مثلا نعرف بأن أو بالأحرى نعيش إنترنت مرتفعة الكلفة جدا ونأمل فعلا أن يتمكن المنتدى أن يدفع قدما نحو جعل الإنترنت متاحا إلى أكبر عدد ممكن وبأقل كلفة ممكنة لا سيما في البلدان الأفريقية. شكرا. مرحبا جميعا، أنا من غانا. أريد أن أنتهز هذه الفرصة وهي المرة الأولى التي أشارك فيها في الـ IGF. فخلال الحلقات التي حضرتها خلال هذا المنتدى والتي تناولت مواضيع كثيرة لا سيما فيما يتعلق بالشباب، و أشكر أيضا ما تفضل السعادة عفوا ما تم قوله بالنسبة لي تلك الأدوات والوسائل الممكنة التي يمكن للشباب أو بالأحرى يمكن توفيرها للشباب من خلال الإنترنت. كيف يمكن أيضا أن يتمكن المنتدى أن يمنح سفراء الإنترنت الإمكانيات اللازمة أيضا لمساعدة مجتمعاتهم. لا سيما وأن الوصول إلى الإنترنت محصور ومقيد جدا. فبدل فعلا الدعوة إلى جعل الإنترنت شاملا وأيضا لابد من الاهتمام أيضا بإيجاد فرص عمل للجميع ليس فقط للشباب ولكن لكل من هو بحاجة لذلك. اسمي هاينز كلاين. شكرا جزيلا لفرنسا لاستضافتها هذا الحدث الهام. وأريد العودة إلى دور الحكومة في حوكمة الإنترنت. إن تبادل الآراء بهذا الخصوص هنا ودور الحكومة حسب ما سمعناه قادرة على حل المشاكل المتعلقة بالإنترنت وقد يكون ذلك صحيح، ولكن تذكروا أيضا كل تلك الأمور العابرة للحدود مثل الإرهاب وغيرها من الأمور مثل خطاب الكراهية وغيرها، ويمكن من خلال فعلا قد يكون ذلك أيضا قد يشكل ذلك أيضا أو ينشئ مشاكل أكثر تعقيدا ما تستطيع الحكومات على حله، كما وأن الإنترنت أيضا يساعد على نشر دعوات جديدة و وقد تكون الطريقة الفضلى قبل إثارة أي مشاكل محاولة حل تلك المشاكل القائمة. فيما يتعلق مثلا بالدعوات الإسلامية المتشددة وغيرها التي فعلا قد ساعد الإنترنت أيضا على زيادة فعلا الاضطرابات التي أثرتها في البلدان العديدة في الشرق الأوسط. وأكرر أيضا بأن الحكومات قادرة فعلا
على حل المشاكل، ولكن الأفضل من ذلك هو اعتماد حلول متعددة الأطراف معددة أصحاب الشأن بدل الاعتماد فقط على الحكومات. شكرا. So, voy a leer un comentario de Karina Virarda de Internet Society Cyber. أي شكرا للمنتدى. أنا أشارك عن بعد وأمثل منظمة تعنى بالأمن السيبراني، ويجب أن تكون المشاركة مشاركة متعددة الأطراف وأصحاب الشأن، وأن تكون المواضيع متعددة وألا تنحصر فقط بالمواضيع على الصعيد الوطني المعنية بمشاكل الإنترنت. You have the floor. Hello everybody. My name is Rebecca Crosby. اسمي ريبيكا كروسبي ومثل إيباي مجتمع إيباي. قبل 23 عاما عملت في بلدان نامية في جنوب الصحراء في أفريقيا، والاتصالات كانت فعلا مسألة معقدة الوصول إليها لأي حاجة كانت، وكانت لي تجربة عسيرة مع ذلك، وكانت كلفة استخدام الإنترنت لمدة نصف ساعة تكلفك أجرك لشهور عديدة. فأنا أرى أنه يجب أولا النظر إلى جودة الخدمة المتوفرة، وأنا أرى أيضا أنه يجب الاهتمام بذلك مثل الاهتمام بالسياسات كما سمعنا هنا. أما بالنسبة لإتاحة الوصول والعمل من أجل ذلك على أساس أنه حق من الحقوق الإنسانية، أقول أيضا بأنه يجب أن تكون هذه الإتاحة متوفرة بشكل ميسر، وأن تتوفر لذلك البنى التحتية اللازمة. فلا يكفي أن تكون بين أيديك هواتف ذكية، ولا يمكنك عندما تحتاج إلى ذلك لاستخدامها، مثل ذلك الرجل الذي كان متوجها إلى المستشفى مع ابنه المريض ولم يتمكن من مخابرة أجهزة الطوارئ لأن الشبكة كانت معطلة. شكرا جزيلا. هذه فعلا مسائل ذات اهتمام بالغ في أنشطتنا. سوزان، شكرا جزيلا لاستضافتنا من قبل فرنسا واليونسكو، وشكرا لجميع أعضاء الفريق المنظم الذي ساهم في شد أواصر التعارف فيما بيننا. وشكرا لكل من شارك في هذا المنتدى. إن الولايات المتحدة تدعم النهج المتعدد أصحاب الشأن، وإن النقاشات والمداولات في مثل هذه المنتديات غنية، وهي ضرورية لجعل الشبكة شبكة الإنترنت قادرة على العمل بالشكل المطلوب، وهي المنتديات ومن خلال هذه النقاشات التي تجعل فعلا وتمكن أصحاب الشأن المختلفين من تناول هذه الأمور وإيجاد الحلول لها. بعد 13 من الخبرة وقبل عام من انعقاد منتدى برلين، فلابد من القول بأننا بحاجة لتطوير
بأن نحن أنا متأكدة تماما بأنه يمكن من خلال النقاش والحوار أن نتوصل إلى ما نصب إليه، ونأمل أن تقوم الحكومة الألمانية فعلا بوضع ذلك في صلب الموضوعات التي سيناقشها المنتدى المقبل، وأن نضع فعلا أو نقوم فعلا بالتشديد على ضرورة أن يكون المنتدى ديمقراطيا، أي أن تكون الكلمة الأولى فيه للقاعدة لمستخدمي الإنترنت. وشكرا. أشكرك. اسمي ميرا سالوملا وأنا ناشطة من فنلندا، وإنني على الطريقة الفنلندية سأنطلق مباشرة إلى جوهر الموضوع. فنحن بحاجة لإنترنت آمنة لنا ولأولادنا، وهذا لا يمكن تحقيقه من خلال المراقبة والتقييد. إنني أعتقد بأن المعلومات والتفاهم، تبادل المعلومات والتفاهم هو عنصر أساسي، ولابد أيضا من التشديد على أن التعليم لا يهتم بشكل كاف أو بشكل المطلوب بتعزيز القدرات والإمكانيات من أجل استخدام الإنترنت، وكيف يمكن فعلا من خلال هذا التعليم استبعاد كل ما من شأنه أن يكون سيئاً على الإنترنت. فيمكن تعليم الأطفال أو الصغار على استخدام الإنترنت والابتعاد أو تبين كل عناصر أو بذور التسلط أو التحرش، وأعتقد بأن عنوان إنترنت الثقة يعني أيضا إنترنت عالمي، والإنترنت ليست مسألة تقنية أو تكنولوجيا فحسب، بل إنها مسألة تتعلق أيضا بالبشر ومسألة إنسانية بالدرجة الأولى. وشكرا. It should be fine. دعوني هنا أن أنتقل إلى الصف التالي من القاعة. تفضل مايك من المملكة المتحدة من الوزارة المعنية بالشؤون الرقمية تحديدا. شكرا أولا من حكومة المملكة المتحدة إلى الحكومة الفرنسية، وشكر خاص إلى سعادة السفير دافيد مارتينو غير الموجود حاليا في القاعة. شكرا له لفعلا إلهامه ولنشاطه وطريقته الخاصة فعلا بإدارة الأمور. شكرا جزيلا لأمانة المنتدى، وشكرا للماج على فعلا على قيامه بالإعداد لهذا المنتدى، وشكرا أيضا للجلسات المتعددة والمتوازية التي تم تنظيمها، وهذا قد ساعد أيضا على إنجاح هذا المنتدى، وذلك بالرغم من شح الموارد هذا العام. هذا العام شهد المنتدى حضور أكبر عدد ممكن من الخبراء المختصين في شؤون الشبكة، يشاركون في منتدى حوكمة الإنترنت من المملكة المتحدة، وهذا يعكس تماما أهمية البرنامج الذي وضع هذا العام للمنتدى IGF. لذلك اعتبرت حكومتنا أنه من الأهمية بمكان المشاركة في هذا المنتدى بجانب ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وهذا من شأنه فعلا أن
أن يتمكن من خلاله كل هؤلاء الممثلين من تبين الأمور معا، ونحن من خلال سياستنا نركز على مثل هذه المشاركة. مرة أخرى نريد توجيه الشكر أيضا إلى ما قام به الفريق الاستشاري من أجل تحسين عمل الاي جي اف. كل ما سمعناه من نقاشات ومن الخلاصات التي استمعنا إليها يعني فعلا بأن هناك أمل عال بأن يستمر هذا العمل بالتركيز والمضي في نفس الاتجاه لكي يبقى هذا العمل ناجحا، ولكي يكون المنتدى العام المقبل في برلين بمثل هذا النجاح. ومن جانب آخر، عودة إلى رسالتك لين فيما يتعلق باستضافة الاي جي اف، فبما أننا كنا العام الماضي في أوروبا وهذا العام وفي العام المقبل سنبقى في أوروبا، فمن الضروري جدا وهذه رسالة مهمة أن نجعل المنتدى يدور في كافة أنحاء العالم. أما من جانب آخر، فما هو مهم أيضا هو المال، تمويل هذا النشاط. فدون المال لا يمكن إطلاقا، أي دون إسهاماتنا المالية لا يمكن إطلاقا التعويل على نجاح أنشطة المنتدى. هذا بحاجة لمزيد من الأموال، لا سيما بالنسبة للجلسات المتوازية التي ينبغي عقدها، والتي تتطلب أيضا دعما وعملا هاما من الأمانة. كل هذا يحتاج للمال، يحتاج لإسهاماتنا جميعا، ويحتاج أيضا لمساعدة القطاع الخاص. وآمل أن تجد هذه الرسالة صدى إيجابيا لدى الجميع، وشكرا. عذرا لمقاطعتكم أو لتوقفك فعلا بينما أنت تدعو بهذا الحماس إلى زيادة الإسهامات المالية. شكرا. أنا من الكونغو، وإنني أعمل في منظمة غير حكومية من أجل النضال لإتاحة الوصول إلى أكبر عدد ممكن إلى شبكة الإنترنت في أفريقيا. لم أكن أعرف فعلا من قبل بأن الوصول والاستفادة من شبكة الإنترنت هي حق من الحقوق الإنسانية. إن بلدي عضوا في منظومة الأمم المتحدة وفي اليونسكو، والإنترنت أي الاتصال عبر الشبكة يكلف غاليا في بلدي. لذلك أطلق هذا النداء إلى منظمتي اليونسكو والأمم المتحدة الانكباب فعلا أو الاهتمام والنظر بعين الجد إلى هذه المسألة الأهم بالنسبة لنا، أي حقنا بالوصول إلى الإنترنت والحصول على المعلومات والمعارف التي نريد. والدعوة إلى اهتمام بذلك بجانب حكومتنا. شكرا. طبعا مساءكم جميعا. بداية أريد أن أوجه الشكر إلى السيدة الرئيسة وإلى كل أعضاء الفريق، وشكرا إلى فرنسا وإلى اليونسكو. أنا اسمي عبد الحميد جابر بونك، وعضو في منتدى حوكمة الإنترنت في أفريقيا. إن دور المبادرات الإقليمية والوطنية لها دور كبير تلعبه في حوكمة الإنترنت، فنحن بحاجة
لآليات وتمويل مستدامين لهذه الآلية لكي نتمكن دائما من حضور المنتديات المتتالية لحوكمة الإنترنت. ونريد توجيه الشكر لكل من ساعد فعلا ما ساعدنا في عملنا، لا سيما أولئك الذين يمولون ويساهمون في تمويل المبادرات الوطنية والإقليمية. وأريد أيضا أن أشدد على أهمية الشباب ومشاركتهم في منتدى حوكمة الإنترنت، وهي مسألة أي موضوع الشباب لطالما أدرج في عداد الموضوعات التي يتناولها الـ IGF. واليوم تم الاهتمام بهذا الموضوع، ولهذا الغرض نشكر كل من ساهم في ذلك. و وحبذا لو تم تخصيص مبلغ من المال ليتمكن عدد من الشباب 2-3-4 مهما كان للمشاركة في الـ IGF، والمشاركة أيضا في وتيسير عفوا المشاركة في حلقات العمل المنعقدة داخل الـ IGF. وطالما أنكم شددتم على أهمية التنوع والتعدد اللغوي، فحبذا لو تمت ترجمة أو إتاحة المشاركة في ورشات العمل بغير اللغة الإنجليزية التي لا يمكن أن تحصل اليوم إلا باللغة الإنجليزية. ولي أريد أيضا في نهاية كلمتي أن أشكر أمانة الـ IGF، ولهذا الغرض أشدد على أهمية دعم الأمانة بمزيد من الموارد المالية والبشرية. شكرا شكرا، لقد كنت فعلا صبورا جدا بانتظار دورك. اسمي إلين، هل اسمي هيلين كيرن، من طالبة جامعية في المملكة المتحدة. من المهم إلى جانب كل المسائل التي سمعناها، من المهم فعلا أن يعرف أو تعرف المجتمعات بأسرها بوجود المنتدى. ولقد سمعت الكثير من الانتقادات الموجهة إلى عدم وجود نتائج ملموسة كالدراسات وغيرها. المنتدى مخصص للنقاشات وللاستماع أيضا إلى الآراء والشكاوى والانعكاسات التي هي للإنترنت. قد ينبغي بهذا الخصوص توسيع دائرة تواصل المنتدى، وقد لا يعني ذلك أنه ينبغي أن يعرف كل شخص بالنقاشات التي تحصل داخل المنتدى، ولكن على الأقل بوجود المنتدى. هناك مجموعة من أساتذة الجامعات، وهناك محامون وأشخاص آخرون أو فئات أخرى من الناس لا يعرفون كل المسائل المرتبطة بحوكمة الإنترنت. وأعتقد أنه يجب أن نأخذ الأفكار التي جنيناها هنا وأن ننقلها إلى المجموعات المختلفة في بلداننا، وربما الأشخاص الذين يتعرفون على هذه الأفكار التي ننقلها يمكن أن يقدموا أفكارهم ويمكن أن تدخل هذه الأفكار في عملية التفكير. شكرا. كما قال الأمين العام، نحتاج لفلاسفة وعلماء اجتماع وعلماء السياسة. نحن نرحب بتوسيع المشاركة. سيدي لك الكلمة. أنا إيسن سويت، أنا من المملكة المتحدة،
ومثل انترتد سوسايتي للشباب، أشارك للمرة الأولى في هذا المنتدى، ومنذ أن حضرت هنا ومنذ تعرفت على الاي جي اف فأعتبر أنه منتدى للحوار بين كل أصحاب الشأن. إذن شعرت بخيبة أمل بالأمس لأنه بسبب تخصيص القاعات لم نتمكن من إدخال كل المشاركين إلى القاعة. هذا كان مشكلة في حدثين، حدث يتعلق بالأخلاقيات و لا أتذكر عنوان الورشة الثانية، لم أكتبه. في رأيي يجب أن نفكر في تخصيص القاعات. ربما يمكن أن أطلب من المشاركين أن يسجلوا أسماءهم مسبقا لكي يتمكن الجميع من الجلوس حول المائدة. هناك مسألة أخرى أريد التطرق إليها، وهي مشاركة المشاركين في القاعة. في بعض الأحداث في المنتدى كانت تبدأ جلسة الأسئلة والأجوبة في منتصف الجلسة، أما في جلسات أخرى فلم تعطى الكلمة أبداً للمتحدثين. إذن ربما يمكن أن نقلص من الوقت المخصص للمتحدثين ونزيد من الوقت المخصص للمشاركين. لا أعرف ما هو رأيكم، ولكن أنا لم أتي إلى هنا لكي أستمع إلى بيانات وخطابات، كان من الممكن أن أستمع وأنا في بيتي. شكرا. كنت المتحدث الأخير، لقد تجاوزنا الوقت المحدد لنا. شكرا جزيلا. مرحبا، أنا بيتر تونولي، أنا من Electronic Frontiers من أستراليا. أتقدم بشكر إلى الجمهورية الفرنسية وإلى الأمم المتحدة على تنظيم واستضافة هذا الحدث وتنظيم الأمور اللوجستية. أحضر المنتدى للمرة الأولى، وبالتالي أعتذر إن كانت ملاحظاتي ساذجة قليلا. بعد حواري مع كل من التقيت بهم أشعر أكثر من أي وقت مضى أنني مجرد مواطن صغير. يجب أن ندرك أن إحدى الأهداف التي نتفق بشأنها جميعاً أننا نريد إنترنت مفتوح، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن بعد أن استمعت إلى بيان الرئيس ماكرون، هل يمكن أن نحافظ على إنترنت مفتوح مع التنظيمات التي سنضعها؟ هنالك خط رفيع بين السيادة، حماية السيادة، وترك إنترنت مفتوح يسمح بالابتكار. عوض زيادة القوانين والتنظيمات يمكن أن نلجأ إلى خيار آخر يتمثل في تنظيم أو تمكين المواطنين. فعوض مكافحة الأنباء الكاذبة يمكن أن نمكن المواطنين لكي لا يصدقوها. نحن نريد بناء إنترنت الثقة، وسيطلب من المواطنين أن يثقوا في حكوماتهم ومنظمات مثل الأمم المتحدة. يحتاج المواطنين لأسباب للثقة بحكوماتهم، والحكومات يجب أن تحصل على ثقة المواطنين. Five Eyes والDGSI وFSGB، هذه الآليات المستخدمة للتجسس على المواطنين يجب أن تتوقف. كما قال زميلي من جورجيا تيك، العديد من المشاكل التي نواجهها اليوم ونناقشها اليوم سببتها الدول أو الحكومات نفسها، مثال انتخاب رئيس ترامب وزيادة تدخل اليمين المتطرف في الحكومات وزيادة الوطنية. هذا يجب أن نكافحه من خلال زيادة مشاركة المجتمع المدني، لا يمكن أن نعول فقط على الحكومات. شكراً، لقد انتهينا من جلسة جرد المنتدى. أنا بعد قليل سأتقدم بملاحظات اختتامية. أؤكد لكم وأطمئنكم، لقد دونا أسئلتكم وسوف نرفعها إلى مجموعات العمل وإلى المجتمعات المختلفة. أريد أن تفهموا أننا دونا فعلاً كل الأسئلة وسنأخذها في الاعتبار. إذن زميلي
سيواصل تيسير الجلسة. أكرر ما قالته زميلتي، سوف نحتفظ بملاحظاتكم وأسئلتكم وسنأخذها في الاعتبار ونحن نستعد لمنتدى 2019. وصلنا الآن إلى الجزء الأخير من هذه الجلسة الختامية، وسنفسح المجال الآن للأفكار الختامية. أدعو معالي الوزير منير محجوبي المسؤول على الشؤون الرقمية لتناول الكلمة. Excellences, Mesdames et Messieurs. أصحاب السعادة، سيداتي، سادتي، مرحبا بكم، شكرا على حضوركم، شكرا جزيلا لأنكم قدمتوا إلى باريس لمشاركة في هذا المنتدى، شكرا لأنكم ناقشتم المسائل وتبادلتم الأفكار. من دواعي شرفي أن أختتف معكم هذه النسخة الأولى للمنتدى في باريس، ويشرفني أنكم شاركتم بالأمس في حدث تاريخي. هذا الحدث كان الزخم الجديد الذي قدمناه جميعا إلى نظرة جديدة إلى حوكمة الإنترنت، فكرة جديدة عن حوكمة الإنترنت. هي حوكمة فعالة، عادلة، منصفة، حوكمة تعطي الثقة بالإنترنت للمواطن. هذا هو طموح الرئيس ماكرون، وذكر به بقوة خلال بيانه يوم الاثنين هنا أمام 4000 شخص تقريبا. وهذه الفكرة لقيت صدى داخل هذه المنظمة وخارجها. البعض منكم تحدث عن هذه الأفكار، أحياناً كانت نقاشاتنا محتدمة ومتحمسة، لأننا نعرف أن القرارات التي سنتخذها الآن بالنسبة لحوكمة الإنترنت سيكون لها وقع حاسم في المستقبل. فأنتم تعرفون أكثر من أي شخص آخر أننا مقتنعون بأن غياب الحكومات ليس خياراً اليوم. نواجه العديد من التحديات، ولقد نضج الرقمي، وبالتالي فحان الوقت لكي نتصرف ونعمل، وذلك على أساس طموحين أساسيين عبر عنهما رئيس الدولة لحوكمة الإنترنت. أولاً الرغبة في تنظيم الإنترنت بطريقة ذكية، والمداخلة الأخيرة كانت سليمة. تم الحديث عن الخط الرفيع بين السيادة والحرية، ثم نهج تعدد الأطراف المفتوح، وسأعود إلى هذا المفهوم لاحقا. الرئيس ذكر بأن فرنسا تدعم نهجا مبتكرا للتنظيم، ليس هذا التنظيم تقليديا باستخدام وصفات الماضي. لا يجب أن نضع قيود. التنظيم لا يتمثل في ترك الكل يفعل ما يشاء، ولكن التنظيم لن يكون أعمى يعرقل ويشل الحركة، بل فرنسا تقترح تنظيما جديدا على أساس أهداف ومبادئ وقيم، وينبغي أن نتوصل إلى موقف أوروبي نبنيه جميعا. وتيم برنرنس-لي اقترح عقدا جديدا، وفرنسا انضمت إلى هذه المبادرة في الويب سامت قمة الإنترنت في لشبون، وكذلك مبادرة تك فور وود التي أطلقناها منذ 6 أشهر، والهدف منها حشد كل الأطراف في العالم الرقمي على أساس المصلحة العامة. لتحقيق هذه الأهداف نقوم نحن بالتنظيم، أو سنقوم بالتنظيم، لأن هذه الأهداف المشتركة والتي تخدم مصلحة العام تعبر عن تطلعات مواطنينا، وبالتالي سنطبق تنظيمات ذكية على أساس مبدأ تحمل الأطراف المختلفة مسؤوليتها والتزامها بالتنظيم، وهذا على أساس شفافية كاملة بالنسبة للموارد والابتكار في الأدوات التي سنحجدها طالما كانت مسخرة لتحقيق الأهداف. كل الأطراف ستعمل معا، خاصة المجتمع المدني الذي سيشارك في تحديد هذه الأهداف. هذا التنظيم تريده أغلبية الأطراف في أوروبا وفي بقية العالم، ولكن هذا التنظيم هو خيار المسؤولية، لأنه أن لا نفعل أي شيء، الليسيفير اعترض عليه كل المواطنون لأنه أدى إلى مشاكل.
لأن العقوبات الصارمة أكثر من اللازم تؤدي إلى سوء تفسير التنظيمات، وهذا لا يؤدي إلى المزيد من الديمقراطية والابتكار. وبالتالي علينا معا أن نتعرف على الخيار الثالث. الرئيس تحدث عن مكافحة خطاب الكراهية، خطاب التمييز العنصري ومعادي للسامية. ولكن لا يؤدي بالضرورة إلى تمييز من حيث المضامين. نحن نؤيد دائما حياد الإنترنت، ولكن هذا لا يمنع أن نتدخل ونتحرك في مجال المضامين. ويجب أن نتفق بشأن ضرورة السير إلى الأمام في هذا المجال، ويجب أن يكون بالإمكان أن نعيد التفكير في النهج متعدد الأطراف في هذا المجال. إذا اتفقنا بشأن هذا الهدف، يجب أن نزود أنفسنا بالوسائل الضرورية لتحقيق الهدف، ونحن نعول على شراكة بين كل الأطراف في منتدى حوكمة الإنترنت، والشراكة هي في قلب الاي جي اف والإنترنت. نحتاج للقطاع الخاص وكل الأطراف الأخرى لكي يكون التفكير هنا متسقا مع الفرص التي تقدمها التكنولوجيا، ويجب أن تلبي طموحات كل الأطراف في الثورة الرقمية. هذه الشراكة بين كل الأطراف، هذا النهج متعدد الأطراف للآي جي اف، تنوي فرنسا دعمه أكثر من أي وقت مضى، وذلك للتوصل إلى حلول للمشاكل التي نعاني منها. نهج الانفتاح هذا دعمناه بالأمس من خلال نداء باريس للأمن في الفضاء السبراني، ويجب أن يقوم هذا على أساس تعاون دولي لكي نمنع أسوأ الهجمات من الحدوث. تحدثت بالأمس عن ديمقراطية مستدامة تسمح لنا بتسخير الابتكار التكنولوجي لخدمة المواطنين و لعصران ديمقراطياتنا يوميا. إذا أردنا أن نضع قواعد وإذا أردنا أن نعتمدها معا، فإن الدول التي هي الكيانات الوحيدة ذات السيادة ينبغي أن تجتمع لاعتمادها معا. وهذا يعني أنه بالإضافة إلى التفكير الذي تقوم به كل الأطراف، يجب تعزيز البعد متعدد الأطراف لمنتدى حوكمة الإنترنت. هذا ما قاله رئيس الدولة الفرنسية. هذه الرغبة في النهج المتعدد الأطراف ليست فكرة فرنسية فقط أو فكرة أوروبية. هذا التطلع تهفو إليه العديد من الدول التي حرمت من جزء من سيادتها بسبب تحديات الإنترنت، وبالتالي تواجه خوف المواطنين من كل ما يحصل. الإنترنت واقع وفيه تحديات لكل المواطنين، والحكومات التي يجب أن تسهر على الوفاء بالتطلعات يجب أن تستمع إلى صوت المواطنين، وبفضل التزامنا جميعا يمكن أن نبني معا المستقبل. في يناير الماضي أنشأنا فريقا لاستشارة كل الأطراف بشأن التحديات التي نواجهها، التحديات الرقمية. سنستمع إلى الجميع لأننا نريد اتخاذ القرار على المستوى الأوروبي وعلى مستوى العالم، ولهذا وضعنا جدول الأعمال الفرنسي. والرئيس الفرنسي تحدث عن وضع جدول الأعمال الأوروبي هذا. ستكون هنالك مفوضية جديدة، وما هو جدول الأعمال العالمي الذي سنأتي به إلى منتدى حوكمة الإنترنت لمكافحة كل التحديات؟ هناك العديد من الفرص لكي نتناقش في المستقبل. مجموعة السبعة الاي جي اف في السنة الماضية، وأريد أن أتقدم بالشكر إلى زملائنا الألمانيين الذين سيستضيفون السنة القادمة منتدى حوكمة الإنترنت الجديد الملتزم الذي سيضم عددا أكبر من الأطراف، الذي سيتسم بالتعددية أكثر من أي وقت مضى.
أرجوكم أن تتذكروا شيئا واحد، وهو أن لدينا ثقة مطلقة في منتدى حوكمة الإنترنت، وننوي أن يصبح فعلا أداة للحوار وأداة ذات سلطة لاتخاذ القرار. ولكي يتحقق ذلك يجب أن نتحمل جميعا مسؤولياتنا المختلفة، يجب أن نعمل كثيرا بكد وجد لكي تتحول حوكمة الإنترنت وتسير في الاتجاه الذي تريدونه منذ عقدين. شكرا. Thank you very much, Minister. شكرا جزيلا معالي الوزير. ننتقل إلى ممثل الماج، المجموعة الاستشارية متعددة الأطراف. المتحدث الأول السيدة عبد الباقي من البرنامج التوعي Digital Grassroots وبرنامج بناء قدرات الشباب. مرحبا سيداتي سادتي، اسمي نهى عبد الباقي، أنا مصرية وأمثل إنترنت سوسايتي، منتدى حوكمة الإنترنت وكذلك ديجيتال جراس روتس، وهي مبادرة شبابية تعمل في مجال حوكمة الإنترنت. من دواعي شرفي الكبير أن أحضر معكم لكي أوصل إليكم صوت الشباب في حفل اختتام منتدى حوكمة الإنترنت 2018. الثقة في الإنترنت يجب أن يمثل الجميع بما في ذلك الشباب والنساء وذوي الإعاقات والمجموعات المهمشة الأخرى، الشباب بشكل خاص وخاصة الفتيات. يواجهنا العديد من التحديات في الإنترنت الذي يسيطر عليه الرجال، هنالك ضرورة لإنشاء فضاءات على الإنترنت وخارج الإنترنت لإقامة حوار يشمل الجميع بين الشباب والأطراف المعنية. Digital Grassroots هي مبادرة يديرها الشباب، وولدت هذه المبادرة في منتدى حوكمة الإنترنت 2017 في جنيف من قبل IGF Fellows وشباب من 10 بلدان مختلفة. دربنا شبابا من 40 دولة في أقل من سنة باللغتين الإنجليزية والفرنسية لكي يطلعوا على كل جوانب الفضاء الإلكتروني، وقدمنا لهم المشورة لكي يساهموا في مجتمعاتهم المحلية وفي مجالات أخرى في حوكمة الإنترنت. بفضل التعاون مع أطراف عدة مثل الفروع المختلفة لإنترنت سوسايتي، القطاع الخاص والمجتمع المدني، نظمنا عدة أحداث في دول مختلفة مثل كينيا، تنزانيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، زامبيا، وذلك لنشر رؤيتنا. المؤسسون والسفراء شاركوا في العديد من المنتديات الإقليمية والدولية الخاصة بحوكمة الإنترنت وأحداث أخرى. نلاحظ أنه عندما يساهم الشباب بشكل فعال في المنتدى يتم التوصل إلى نتائج ملموسة، فالشباب يقترحون حلول مبتكرة وخلاقة. نحن الشباب متحدون في التعبير عن قلقنا بشأن العدد الصغير من ورشات العمل، إذن نحن منشغلون بشأن قلة ورشات العمل الخاصة بالشباب والمساواة بين الجنسين وكذلك العدد القليل من المشاركين
لقد قدمنا وثيقة إلى المنتدى نطلب فيه المزيد من المشاركة، وندعوكم جميعا للتوقيع على هذه العريضة والوثيقة لأخذ انشغالاتنا في الاعتبار. نقترح إشراك الخبراء الشباب في المراحل الأولى في تنظيم منتدى حوكمة الإنترنت وإشراكهم في عملية تصميم حلقات العمل وورشات العمل. نحن منشغلون أيضا بسبب نقص البرامج مثل إنترنت سوسايتي المفتوحة للشباب في جميع أنحاء العالم. بالنسبة لمنتدى برلين السنة القادمة، فنرجو أن نشهد زيادة في المنح لرفع مشاركة الشباب في الجلسات المختلفة. أقتبس مما قاله زميل أن المنتدى قد تجاوز مرحلة المراهقة في هذه النسخة، وبالتالي فإن الشباب هم المسؤولون الأساسيون على إعادة تنظيم المنتدى. فهذا من المنتديات القليلة التي يمكن أن نشارك فيها نحن الشباب. شكرا على إصغائكم، شكرا على حسن إصغائكم. Thank you very much. No. Our next speaker is Ms. Liz Fur. السيدة ليز فر، المديرة العامة لشبكة الاتصالات أو مقدمي الخدمات في إطار شبكة الاتصالات الأوروبية إثنو. أصحاب السعادة، ممثلو أصحاب الشأن الموقرين، سيداتي وسادتي الكرام، بونجور. للأسف لا أجيد اللغة الفرنسية، وبالتالي سأتحدث بالإنجليزية. أنا المديرة العامة للشبكة الأوروبية لرابطات مقدمي خدمات الاتصال، أمثل القطاع الخاص بصفتي ICC Business Action، إذن لدعم مجتمع الإنترنت، إذن اسمه بيسس، وهو نقطة الاتصال لوزارة الأعمال للتعاون مع منتدى حوكمة الإنترنت وقمة مجتمع المعلومات. موضوع هذا المنتدى هو إنترنت الثقة. النقاشات في الأيام الثلاثة الأخيرة قد برهنت على التزام القطاع الخاص على المساهمة في بناء الثقة في الإنترنت وفي تكنولوجيات المعلومات والاتصال. الشركات الخاصة تتحمل مسؤوليتها وتأخذها بمحمل الجد، ليس لأن ذلك في مصلحتها تأمين الإنترنت في مصلحة الشركات، ولكن أيضا لأنها تريد أن توسع عدد الأطراف المشاركة في حوكمة الإنترنت. كل الأطراف لها فهم مشترك للمسائل المختلفة، وهنالك رغبة لبحث هذه المسائل معا، وهذا يؤدي إلى رفع الثقة بين الأطراف المختلفة الممثلة في منتدى حوكمة الإنترنت. الشركات الخاصة تأتي إلى منتدى حوكمة الإنترنت لأننا نؤمن بالنموذج متعدد الأطراف لحوكمة الإنترنت، وكل الأطراف الذين اجتمعوا هذه السنة خاضوا في حوار صريح ومفتوح، وهذا مهم جدا إذا أردنا أن نضع أطر سياسة نثق فيها. ويجب أن نضمن أيضا بيئة مستدامة لمواصلة الاستثمار في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وفي الابتكار. يجب أن ننشئ بيئة مناسبة أو ممكنة، ولتحقيق ذلك حددنا ثلاثة جوانب لذلك. أولا، يجب أن نضمن أن البنى التحتية والخدمات يمكن أن تكون متداخلة
ثانيا يجب أن ننظر في كل الخيارات والسياسات بما فيها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأيضا يجب أن ننظر في المسائل الفنية والمرتبطة بالحوكمة. وأخيرا يجب أن نشجع كل أصحاب الشأن على المشاركة في كل عمليات سن السياسات. كل الأطراف المختلفة ستغادر المنتدى ولها فهم أفضل بأفكار ورأي الآخرين. هذه البيئة المفتوحة ومشاركة كل أطراف الشأن بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع الفني والمجتمع المدني، هذه أفضل طريقة لحوكمة مبنية على فهم كامل للسياسات المختلفة التي يجب أخذها في الاعتبار. من الأساسي أن نحافظ على الطبيعة الأساسية لمنتدى حوكمة الإنترنت، فهو عملية من القاعدة إلى القمة مع ضمان مشاركة كل الأطراف. إن الـ IGF كانت مختبراً لتبادل الآراء ولنشر الممارسات الفضلة والخبرة الفنية وبناء أو مبادرة بناء القدرات. هذه المرونة والشفافية وشمل كل أطراف في إطار النهج متعدد الأطراف، هذا ما سمح للإنترنت بالازدهار لكي يكون منصة للنمو الاقتصادي والابتكار. ويساهم أيضا في تحقيق هدف قمة مجتمع المعلومات لضمان شمل الجميع. من الأساسي الاحتفاظ بهذا النموذج في المستقبل. لا نأتي إلى هنا للتفاوض، ولكن ستكونون مخطئين إذا اعتبرتم أن النقاش هنا لا يؤدي إلى مشاريع وحلول. فنحن نبني شراكات مع الحكومات ومع المجتمع المدني وبين القطاعات الصناعية المختلفة. هنالك مثال مبادرة Airband لمايكروسوفت. هذه المبادرة العالمية تساهم في سد الثغرة الرقمية من خلال تقديم حقوق التلفزة عبر أجهزة وتوفير الوصول إلى المناطق المهمشة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأماكن أخرى. هذا المشروع وهذه المبادرة انطلقت في منتدى نيروبي، والنقاش الذي دار هناك أدى إلى الاختبار الأول في في كينيا في قرية اسمها نيروبي. وفي إطار هذا البرنامج هنالك شراكات مع مجتمعات محلية ومقدمي التكنولوجيا وبرامج نموذية لربط غير المرتبطين بالشبكة في 36 دولة. هناك مثال آخر قامت به تليفونيكا وتليفون الإنترنت الذي انبثق أيضا عن الـ IGF، والهدف منه زيادة ارتباط الناس بالإنترنت في المناطق النائية. مشاريعنا فريدة من نوعها، والعديد من البرامج أو المشاريع الجديدة تنطلق في منتديات حوكمة الإنترنت. وعن طريق تلقفي وتعزيزي والنهوض بالمناقشات التي دارت هنا باستطاعتنا أن نصل إلى نتائج ملموسة من المنتدى. وفي هذا الإطار إن أعضاء الماج من القطاع الخاص قد تقدموا بعدد من المقترحات من أجل تحسين التسويق والدعاية لعملنا. The IGF does not end here. ومنتدانا لا ينتهي هنا عند هذا الحد. يجب أن نضمن بأن يتواصل العمل ودورات وجولات العمل حتى تكون هذه النتائج واضحة وبمتناول كل من يود أن يشارك في عملنا. و القطاع الخاص يقوم بإطلاق مبادرة في إطار الماج من أجل تعزيز بروز عملنا، عمل الماج، والنهوض به. ونحن ننتظر مقترحاتكم من أجل أن نحصل على أفضل النتائج من ذلك. سيداتي سادتي، إن الشركات هي شريككم.
من أجل بناء الثقة، وذلك عبر نموذج متعدد الأطراف. وهذا هو هذه السمة الخاصة لمنتدى الحوكمة، ونحن نود أن نبني على كل مكتسباتنا من أجل بناء مجتمع وحيز من الإنترنت يمكن التعويل عليه وآمن يخدم خطة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها 17. شكرا جزيلا. Thank you very much, Ms. Fur. شكرا جزيلا للسيدة فور. المتحدث التالي من الشركات التقنية والمجموعات التقنية السيد سومون أحمد سبير، وهو المدير رئيس الإدارة التقنية في فايبر هوم. مرحبا جميعا، طاب مساءكم. شكرا لجماعة الهيئة التقنية لهذه الفرصة التي أتيحت لي حتى أتحدث هنا. شكرا لماج، وأنا يسرني أن شاركت وسرني أن شاركت في هذا المنتدى منذ 3 سنوات. إن عمل IGF والماج ليس ب المكان الطبيعي بالنسبة إلى التقنيين، في بعض الأحيان قد نشعر بعدم الارتياح في المشاركة بأعمالكم، ولكن الجماعة التقنية أو الأطراف التقنيين يناقشون كثيرا من الأمور معكم ونصدر وثائق كثيرة معكم أو وثائق كثيرة مهمة بالنسبة إلى عملكم ROT Big Data وغيرها. وكعضو في الماج نضع خطة IGF ونقوم بذلك مع تحقيق التوازن. في بعض الأحيان لا نجد المواضيع المناسبة، وفي بعض الأحيان المناقشات لا ترتبط بهذه العناوين العريضة، ولكن نحاول دائما أن نصل إلى حل وسط أو تسوية بين المشاركين في المنتدى والمشاركين التقنيين. هناك ضغط وطلب متزايد من المنتدى، منتدى حوكمة الإنترنت، وهو مطالب بنتائج ملموسة. أمين عام الأمم المتحدة أشار إلى هذا الموضوع، وفخامة رئيس جمهورية فرنسا أيضا تحدث عن ضرورة تمخض المنتدى عن حلول ملموسة. ولكن بعض المسائل العملية يمكن أن تحل تقنيا، ولكن مسائل أخرى ليست عملية، ويجب إما أن نتعلم التكيف معها أو أن نلتف حولها وأن نحلها. وهذا من شأنه أن يفرض علينا التآزر مع مجموعات أخرى من المهنيين. في المنتدى نعتبر أنه علينا أن نعرض المسائل التقنية على المساهمين والمشاركين الآخرين بلغة مبسطة حتى يفهموها وحتى يفهم واحدنا الآخر. من جهة أخرى يجب أن نصغي أيضا إلى المجموعات الأخرى وأن نفهم موقفها. وفي النقاش في المنتدى يصبح النقاش كاملا أكثر، ولكن يمكن أن يكون معقدا أكثر، ولكن معا باستطاعتنا أن نشترح الحلول. And I wish that we can apply. آمل أن نتمكن من اشتراح عدد أكبر من الحلول التقنية، ولكن نحتاج لشغف حقيقي بما نقوم به. يجب أن يفهم واحدنا الآخر وأن نبني الثقة فيما بيننا، ومع ثقة وبفضل ثقة باستطاعتنا أن نحل كل المشاكل ببساطة. شكرا جزيلا، أنا استمتعت جدا بالعمل معكم، وأتمنى لكم المستقبل اللامع. شكرا. Thank you very much, Simone.
Our next speaker is. شكرا. المتحدث التالي هو سيد معز شكشوك المدير العام المساعد لليونسكو للاتصال والمعلومات. تفضل سيدي. Votre Excellence. أصحاب المعالي، أيها الضيوف الكرام، أيها الزملاء والأصدقاء، سيداتي سادتي، إنه لمن دواعي سروري أن أعود وألتقي المنتدى وأن أشارك في الحفل الختامي لدورة هذه لمنتدى الحوكمة، حوكمة الإنترنت. لقد فوت علي الدورات الثلاث الأخيرة، ولكن ها أنا معكم اليوم. تطرق منتدى لمسائل كثيرة خلال ثلاثة أيام متعلقة بحوكمة الإنترنت، وتحدث عن ضرورة ضمان السلام وإنترنت الثقة. المبادلات التي دارت هنا والمناقشات بيّنت أننا عندما نتحدث عن مستقبل الإنترنت يجب أن نتجاوز موضوع البنى التحتية والربط الشبكي، بل علينا أن نعتمد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني بالطبع، وكذلك تواجه وتستجيب للتحديات في مجال التعليم، في مجال الاقتصاد الرقمي والتنوع اللغوي و الإبداع والمضمون المتوفر، مع وضع سياسات مؤاتية لتقدم الإنترنت وازدهاره. بالنسبة إلى اليونسكو، إن منتدى حوكمة الإنترنت يشكل حدثاً أساسياً رئيسياً يسمح بمتابعة نتائج القمة العالمية لمجتمعات المعرفة ويوسع مسألة حوكمة الإنترنت. من هنا سرورنا وسعادتنا باستضافتكم في هذا المقر، وهو منظمة تعتبر مختبرا للأفكار ومركز تبادل المعلومات. وفي عملنا من أجل النهوض بتنوع اللغات، التنوع اللغوي على الإنترنت، وتعزيز حظوظ المهمشين والمعاقين والسكان الأصليين، تحاول اليونسكو أن تصل إلى مواجهة تحدي الإنترنت العالمي. وكذلك موضوع الحوكمة مرتبط بما نقوم به نحن، دور مثلا الذكاء الاصطناعي في تعزيز مجتمعات المعرفة والحوكمة. وفي هذا المضمار، ودائما كاستمرار وتواصل لهذا المنتدى، تنظم اليونسكو غدا وبمعية مجتمع الإنترنت، إنترنت سوسايتي وموتزيلا فاونديشن، نقاش حول الذكاء الاصطناعي، وهو سيخصص لدراسة التطبيقات التكنولوجية الأخلاقية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية للذكاء الاصطناعي. بالطبع باستطاعتي أن أدعوكم إلى هذا النقاش حتى على الإنترنت عبر خط الإنترنت، وينبئ هذا النقاش بأن يكون واعدا ومثريا. سيدتي سادتي، يبقى الكثير نقوم به وننجزه من أجل أن تكون بيئة الإنترنت محترمة لحقوق الإنسان وتحمي حقوق الإنسان وتتيح الوصول للجميع. إن مبدأ عالمية وشمولية الإنترنت، إنترنت مستند إلى حقوق الإنسان، إنترنت مفتوح متاح للجميع، ويتم إثراؤه من طرف لاعبين ومستخدمين كثر، هو هدفنا السامي. ويجب أن نسمح للإنترنت بأن يمكن الأفراد والمجتمعات، وأن يبقي الثقة بين مختلف اللاعبين الذين ساهموا ويساهمون اليوم وما زالوا يساهمون في تطوير الإنترنت. إن منتدى حوكمة الإنترنت قد شدد على أن حوكمة الإنترنت تطرح أسئلة كثيرة، يجب أن تبقى هذه الأسئلة في بالنا، بما في ذلك الحوار شامل للجميع والجهود الآيلة إلى اجتراح الحلول المستديمة لموضوع حوكمة الإنترنت. سيدتي سادتي، لا يمكنني أن أنهي كلمتي دون أن أشكر كل المشاركين وكل المنظمين لمنتدى حوكمة الإنترنت. أود أن أعبر عن امتناني أيضا لفرنسا التي استضافت هذا المنتدى هذه السنة، وأود أن أشكر بشكل خاص سعادة السفير وصديقي العزيز دافيد مارتينو. شكرا يا دافيد. أشكر أيضا فريق سعادة السفير الذي عمل دون
هوادة خاصة السيد رحموني وكذلك السيد بيير بونيس وكذلك فريق التنظيم. إن عملهم يشهد على التزام الحكومة الفرنسية وسهرها على أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الرقمي والإنترنت في صلب التنمية المستديمة. أود أن أشكر السيدة لين سانتامور وهي رئيسة الماج وفريقها، وكذلك أشكر كل المشاركين الذين سمحوا بإقامة عملية شاملة للجميع هنا شفافة ومثمرة ونقاش مثمر في هذا المنتدى. أود أن أشكر فريق اليونسكو لا سيما ساشا وجوديت وكذلك فريق كاماي وكذلك أو فريق كي أم آي فريق إدارة المعرفة والمعلومات في كنف اليونسكو وكل من ساهم بتنظيم هذا المنتدى. أود أن أشكر كل من آمن بهذا المنتدى. في بعض الأوقات في السابق رأينا تضاؤلا للاهتمام بالمنتدى وها هو ينتعش اليوم. بمعية الفريق الفرنسي وأمانة المنتدى واليونسكو استطعنا أن ننجح هذا المنتدى، وهذا مثال ونموذج على ما يمكن أن نحرزه على المستوى الدولي إذا ما عملنا معا من أجل حكومة الإنترنت. باسم اليونسكو وباسم السيدة المديرة العامة السيدة أزولي أود أن أكرر تمسكنا بموضوع حكومة الإنترنت وأن أشكركم جميعا على مشاركتكم في هذه المداولات في الأيام الثلاثة. شكرا جزيلا لإصغائكم. Thank you very much, Moaz. شكرا يا معز. الكلمة الآن للسيدة رئيسة الماج التابعة للمنتدى سيدة سانتامور. بالإضافة إلى الشكر الذي عبرت عنه في بداية هذه الجلسة أود أن أشكر كل أعضاء الماج المنتهية ولايتهم وعلى جهودهم في السنوات الأخيرة، فبالإضافة إلى سهرهم على برنامج اجتماعاتنا السنوية وكذلك النشاطات بين الدورات التحالفات المختلفة وكذلك تمكين المليار المقبل من السكان نشاطات عديدة تمكننا بالإضافة إلى ذلك من بذل جهود كثيرة في مواضيع استراتيجية وعملانية خاصة من خلال أربع فرق عمل. فريق عمل حول خطة العمل الاستراتيجية، فريق عمل حول جمع الموارد، وفريق عمل حول تقييم حلقات الدراسية أو ورش العمل. كل فرق العمل كانت مفتوحة أمام مشاركة الجميع، كانت تديرها الماج ولكن كانت مفتوحة أمام عضويتكم جميعا. كل ما استمعنا إليه اليوم سينقل إلى الماج مباشرة وسيتم تدوينه وسيبنى على الشيء عليه. أي من هذه النشاطات مكن ليتبلور فعلا دون مساعدة فريق الماج، وهو فريق لين جدا وكذلك أمانة الاي جي اف إليونورا تشانكتشاي وغيرهم. أود أن أشكر أيضا المستشارين المتفانين الذين دعمونا وساعدوننا في عملنا. شكرا جزيلا. This year as well, we. هذه السنة أيضا حصلنا على دعم من إدارة الأمم المتحدة لشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وما كنا لنصل إلى حيث نحن دون دعمهم. أشكر ممثلي الأندسة هنا الموجودين في هذه القاعة، وأعتقد أن هذه المرة الأولى للمرة الأولى لدينا ماج مكتمل بأعضاء جدد ومستعد للعمل غدا. تعرفون أن كل ماج تنتهي فترة ولايته في نهاية منتدى حوكمة الإنترنت، وبعد ذلك نمر بفترة فراغ من 4 أشهر. أما اليوم فقد انتخبنا ماج جديدا، وهذا فيه فائدة كبيرة بالنسبة إلى المنتدى. أود أن أشكر الأمين العام
مكتب الأمين العام وخاصة الأندسة والمدير الأمين العام المساعد. لقد استمعنا إلى التحديات وإلى كل الفرص التي تم الحديث عنها هنا، وبالطبع أمامنا الكثير نقوم به بمعيتكم. إذن ينتظرنا عمل ومهام جسيمة، يجب أن ننظر إلى ما هو صالح، ما هو مناسب، ما هو ممكن بضمن أو في ظل الموارد المتوفرة لدينا، و علينا أيضا أن نضع ترتيبا للأولويات حتى نخصص الموارد المتوفرة لهذه الأولويات. تحديات كثيرة سنواجهها وحملناها معنا من السنوات الماضية، ما زال لدينا رغبة جامحة بزيادة مشاركة مشترحي السياسات ومتخذي القرار في منتدانا، وكذلك ممثلين من القطاع الخاص، وهذا من أجل فائدة المنتدى، ولكن أيضا من أجل تقدم في كل المواضيع التي تهمنا. يجب أن نفكر بحرص بإشراك الجميع. أطلب منكم أن تبقوا على السمع دائما، وخاصة بعد اجتماع الماج في غدا. بعضكم سيسافر، ولكن باستطاعتكم أن تطلعوا على نتائج اجتماع الماج في الأسبوع المقبل. ونرحب بالأعضاء الجدد في الماج، سترون نتائج اجتماعنا على موقع الإنترنت. ثلثاء أعضاء الماج يعودون هذه السنة وسيواصلون العمل وسيضخون طاقة جديدة وحماسة جديدة في عمل الماج. أخيرا أود أن أشكر اليونسكو على استضافتها لنا هنا، جوديت وساشا بشكل خاص، على الجهود التي بذلت من أجل استضافتنا هنا. وبالطبع أود أن أشكر سعادة السفير مارتينو وفريق التنظيم بيير بونيس. ما كنا لننظم هكذا منتدى ناجح دونهم ودونكم أنتم، دون المشاركين يوميا، دون جهودكم على المستوى الوطني الإقليمي والدولي، على مستوى فرق الشباب والجميع. قولوا لنا ما الذي كان يعجبكم وما الذي لم يجري على ما يرام في هذا المنتدى. يجب أن نستخرج الدروس منه، وأنا أتشوق للقياكم في سنة 2019 في الدورة المقبلة. شكرا. شكرا. يالين، الكلمة التالية الآن لسعادة السفير دافيد مارتينو، رئيس الشريك لهذا المنتدى وممثل الدولة المضيفة. عفوا. شكرا. شكرا. في الحقيقة هو هذا خطابي الأخير بصفتي سفيرا للشؤون الرقمية. فغدا سأعطي مفتاح مكتبي لسيد أنري فيردي الذي قبل بهذا المنصب. أتمنى لك حظا سعيدا وشكرا لتعاونك وعملك خلال منتدى حوكمة الإنترنت. لم أعد كلمة وخطابا، وبما أن معالي الوزير قد تحدث أنا سأتحدث بصفتي الشخصية معكم وبطريقة عفوية إذا ما جاز القول. أول منتدى لحوكمة الإنترنت حضرته كان قبل 5 سنوات، سنة 2013 في إندونيسيا. كان قد نظم في بالي، ولكن أمام زوجتي قلت إن المنتدى يعقد في إندونيسيا وليس في بالي. وبعد ذلك معز، أو في ذلك الوقت معز كان منشقا تونسيا ودعانا إلى تونس. وعندها كانت قضية سنودن قد اندلعت، وتعرفون كم ما كان موقفنا نحن من نمثل الحكومات تجاه من كان يمثل المجتمع المدني. في شباط فبراير الماضي في أوتاوا سألتني لين إذا، أو قالت لي، تكون فكرة جيدة لو قبلت فرنسا أن تستضيف المنتدى سنة 2018. وعدت إلى باريس وتقدمت بهذا المقترح للمعنيين. ولماذا؟ لأن منتدى حوكمة الإنترنت منتدى دائم وأبدي إذا ما جاز القول، أصبح في سنته 10، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمم المتحدة، وفرنسا متمسكة بمنظومة الأمم المتحدة،
تعتبر أن منظومة الأمم المتحدة هي المكان المناسب للتحدث عن حوكمة الإنترنت، وخاصة منتدى حوكمة الإنترنت الذي يتسم بسمة خاصة، ألا وهي هذه السمة العالمية الشاملة التي لا تنسحب على منتديات أخرى. إذن تقدمت بهذا المقترح وقد قبل مقترحي، وانطلقنا أن نعد العدة لهذه الدورة لـ 2018 مع لين، مع بيير، مع الأمانة، مع الجميع، حتى نلتقي هنا في باريس خلال 3 أيام هذا الأسبوع. ما أود أن أقوله قبل أن أغادركم هو أنه لا يمكن أن تشكوا بالتزامي بعمل منتدى حوكمة الإنترنت. وأود أن أقول نحن بحاجة للـ IGF، ونحتاج إلى تعزيز مسؤولياته، زيادة مسؤولياته وتعزيز هيبته. لهذا السبب من الضروري أن يتطور ويواصل الـ IGF تطوره. ولهذا السبب أو هذا ما ورد في تفويض الـ IGF، التفويض الذي أناطته به القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وقد تم تجديد هذا التفويض سنة 2015 في نيويورك، وكذلك أصدرت توصيات من أجل تنفيذه أهدافا معينة والتطرق ومعالجة المواضيع المهمة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. منتدى حوكمة الإنترنت فهم قبل غيره في العالم، فهم ما هي المواضيع الحساسة المهمة التي يجب أن يناقشها. بعض من هذه المواضيع قد زال، إذا ما جاز القول، أو اختفى أو لم يعد صائبا، ولكن البعض الآخر سيولد أو سيبرز من جديد، مواضيع جديدة كما قال فخامة الرئيس قبل يومين. على الدول أن تعد القوانين والأنظمة، هذه القوانين وهذه القواعد والأنظمة يجب أن تكون ذكية، يجب أن تكون مناسبة حتى لا نقع بنوع من التطرف أو من الإفراط بالتنظيم، وعلى هذه القوانين أن تأخذ بعين الاعتبار تطور العالم الرقمي. وهذا التطور أنتم أسياده، أنتم التقنيون، المستخدمون، أصحاب الشركات، وحتى نتفادى التفاوت بين فئة وأخرى عليكم أن تعطوا رأيكم، وحتى تعطوا رأيكم بشكل مناسب يجب أن تكتب هذه الآراء، أن تدون وأن يتم تناقلها. منذ أول يوم في قمة العالمية لمجتمع المعلومات شددت فرنسا على تمسكها بالنظام متعدد الأطراف والذي يتعدد فيه أصحاب الشأن وأصحاب المصلحة، مالتي ستيك هولدر. ولكن علينا أن نضع قواعد اللعبة في هذه العملية متعددة الأطراف. وإذا ما كنا نريد لآرائكم ملاحظاتكم أن تترجم بشكل عملي، يجب أن نفكر بشكل معمق بصياغة هذه المقترحات، يجب أن نصوغ قواعد هذا العمل. كيف ننظم المشاورات، مشاورات شفافة واضحة فعالة؟ كيف نسهر على أن تكون هذه الآراء المكتوبة والمدونة منتشرة ويطلع عليها الجميع؟ وكيف نضمن بأن يقوم كل صاحب قرار من استخدامها فعلا؟ أنا أتقدم بهذه التوصية الأخيرة قبل الرحيل، وأتوجه إليكم حتى تتملكوا هذه المواضيع، كفى أن تتلقفوها وتعملوا عليها. اذهبوا أبعد مما ذهبت إليه الدورات السابقة للمنتدى، أمسكوا بزمام السلطة وبزمام الأمور، بزمام أمور الإنترنت. هذه فكرة يجب أن تتطور، يجب أن تتبلور، ويجب أن تزدهر، وعليكم أنتم، على أيديكم يمكن أن تزدهر. لهذا السبب نحن متمسكون بهذا النموذج، وتفاوضنا مع الكثيرين، مع اللاعبين من القطاع الخاص،
تفاوضنا حول نداء باريس. فنحن مقتنعون أن موضوع استقرار الفضاء السيبرني والأمن السيبرني، مقتنعون أن هذا الفضاء لا يحتاج فقط إلى الخطب أو إلى المؤتمرات، بل يجب أن يتم التحرك. فالحوار متعدد الأطراف يفرض حوارا مع اللاعبين من القطاع الخاص. علينا معا أن نصوغ هذه المعايير. وهذا النداء، نداء باريس اليوم وبعد يومين من إطلاقه، أحرز نجاحا منقطع النظير. 54 دولة تبنته، 200 شركة تبنته، ومنظمات كثيرة من المجتمع المدني تبنته. إذن وأنا لم أرى هكذا ظاهرة من قبل. أطلب منكم أن تنفذوا نداء باريس هذا، وأطلب من المنتدى أن يلتزم العمل ومواصلة العمل تنفيذا لنداء باريس، باريس كول. النداء هذا يدعو لمضافرة الجهود من أجل مكافحة القرصنة المعاكسة أو المضادة، مكافحة الجريمة السيبرنية، المعلومات الزائفة أو الكاذبة خلال فترة الانتخابات، وغير ذلك من ظواهر. وسمعت أقوالا وآراء كثيرة خلال هذا المنتدى. البعض يتطلع ويتوقع مشاركة الحكومات والشركات في هذا المنتدى. أنا أفهم تطلعكم هذا وتوقعاتكم، ومن أجل ذلك يكفي أن نتخذ تدابير عملية براغماتية. لكن كل يجب أن يجد مكانه في هذه العملية، ويجب أن يلتزم الجميع. أعتقد أنكم جميعا أصبحتم مقتنعين بالتزامي بعملي ومستقبلي المنتدى، وأود أن أشكر كل من شارك في هذه الدورة. وأنا متمسك لدرجة في هذا المنتدى أن في منصبي المقبل سأحاول أن أقنع المجتمع المدني الأفغاني الشجاع جدا، والذي جاء منه أعضاء كثر إلى هذا المنتدى. أود أن أقنعهم بأن ينظموا إذن قريبا دورة أخرى ودولة مقبلة لمنتدى الإنترنت، منتدى حوكمة الإنترنت قريبا. شكرا. Thank you very much, Ambassador. شكرا لك سعادة السفير. فعلا يمكن القول بأن هذا المنتدى كان منتدا ذات زخم عال. الكلمة قبل الأخيرة هي للدكتورة دانييلا فونستروب، وهي نائبة المدير العام لوزارة الاقتصاد في ألمانيا. شكرا سيدي. أيها السيدة والسادة، إن هذا المنتدى هو منتدى ممتاز. لقد شارك فيه عدد مرتفع جدا من المشاركين من كافة أنحاء العالم، وكان برنامجه رائع ومهم إلى بعض الحدود. شكرا لفرنسا، وشكرا للأمم المتحدة، وشكرا للفريق الاستشاري ماج، و شكرا أيضا للآي جي إف لفعلا إنجازي هذا تحقيق هذا الإنجاز العظيم خلال عدة أشهر. اللقاء العام المقبل في برلين، سيكون في برلين في شهر نوفمبر تشرين الثاني العام المقبل. فما تم تحقيقه هنا فعلا هو تحدي بالنسبة لنا، لكي نتمكن فعلا من إنجاز الشيء نفسه أو تجاوزه، وذلك بمشاركتكم جميعا. نعدكم بأننا فعلا سنقتدي بمثل فرنسا وسويسرا، وسنضع كل الهيئات الفاعلة لدينا فعلا من أجل تحقيق هذا الوعد. ونحن نأمل العمل معكم جميعا، لأن هذا فعلا ما يمثله الاي جي اف، أي منتدى أصحاب الشأن المتعددين. أنتم وأولئك الذين لم يصبحوا بعد أعضاء في المنتدى،
نحن جميعا نشكل هذا الإطار المتعدد أصحاب المصلحة من أجل النهوض بحوكمة الإنترنت ومنع استخدام الإنترنت لأي أغراض دعائية خبيثة. ندعوكم جميعا المشاركة في منتدى برلين، لا سيما من جنوب الكرة الأرضية. نحن استمعنا إلى كل تعليقاتكم وتعقيباتكم، لا سيما انتقاداتكم أو شكاواكم، حيث أننا نعتبر فعلا بأن هذا المنتدى هو منتدى للحوار وتبادل الآراء، وهذا ما نأمل أن يبقى عليه الIGF. إن حكومة ألمانيا تدعوكم جميعا للمشاركة في منتدى برلين في نهاية عام 2019. إن برلين هو مكان رائع لاحتضان المنتدى. قد يعرف هذه المدينة عدد منكم. المشاركة هذه يجب أن تكون من كل حدب وصوب، على أي حال، من مشارب وأماكن مختلفة. كل يوم إن برلين تستقطب عددا كبيرا من الكفاءات والمهارات والاستثمارات. إن برلين أيضا هي مكان رؤيوي، وإن مجتمع الIGF المتعدد أصحاب الشأن يمكنه أيضا استخدام كل مرافق هذه المدينة الرائعة لكي يتحلوا فعلا بالابتكار. والآن يمكنكم من خلال حسابنا تويتر أو من خلال الموقع المخصص لمنتدى برلين أن تشاركوا فيه. والآن يمكننا معا مشاهدة الشريط الذي وضعناه خصيصا لمنتدى برلين العام المقبل. شكرا. Country has to call the owner of the internet. Who should he or she call? There's nobody. But it doesn't mean that there are no rules. We have a social problem that is associated with the use of these media, and we have to educate people. Offline human rights and fundamental rights should be the same in the online world. We need to remember that technology should not take away our humanity. 20 years ago, the internet was more or less a technical issue with some political implications, but today it's a political issue with a technical component. Artificial intelligence is a super powerful technology. Virtual reality, big data, criminal activities on the internet, all of those are incredibly important. I do feel that we are an adaptive society. The Internet Governance Forum will help sustain the internet and make it stronger. Everyone who has a stake in a topic that's being under discussion can have an equal opportunity. Let's keep working together to transform the internet and get it a safe and democratic space. Digitalisierung kann nur mit Vertrauen gelingen. Wir danken den französischen Gastgebern und wir freuen uns darauf, die Diskussion in Berlin fortzusetzen. Berlin is really a vibrant place, specifically the tech community and the digital community. In Deutschland arbeiten viele engagierte Menschen daran mit, das Internet der Zukunft zu gestalten. Die vor uns liegenden Aufgaben verlangen internationale Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen. Lassen Sie uns gemeinsam nach Lösungen suchen. Ich freue mich auf Ihren Besuch und lade Sie herzlich zum Internet Governance Forum 2019 nach Berlin ein. So welcome to Berlin. اهلا وسهلا بكم اذا في برلين، واشكركم جزيل الشكر على اصغائكم. شكرا جزيلا سيدة بونشتروب. المتحدث الاخير هو مندوب ممثل الامين العام للامم المتحده، وهو
المساعد الأمين العام في مكتب أمين عام الأمم المتحدة. أصحاب السعادة أيها السيدات والسادة، الزملاء والأصدقاء الذين انضممتم إلينا من كافة أنحاء العالم عبر الخط، ولاجتماعنا خلال ساعات فعلا في هذه الرحلة الرائعة، وشكرا جزيلا لصبركم أيضا، وآمل فعلا أن تكافئوا على ذلك بالمرطبات والحلوى بعد انتهائنا. منذ البداية لابد وأن أشكر الرئيس ماكرون لإدخالنا فعلا في هذه الرحلة المهمة جدا والملهمة، فإنني أشكره على هذه المبادرة، وأشكره ليس فقط على خطابه ولكن أيضا على ندائي باريس، وأشكره على استضافتي الـ IHF، ولابد أيضا وأن أشكر أيضا وزير الخارجية السيد جايف لودغيان والوزير محجوبي وسعادة السفير دافيد مارتينو الذين فعلا قاموا بعمل ناجز. وأريد أيضا أن أرحب بسعادة السفير أنري فيرنييه المسؤول الجديد عن الشؤون الرقمية في فرنسا. بطبيعة الحال لابد وأن أشكر زملائي في اليونسكو، وأخص بالذكر المديرة العامة السيدة أودري أزولي التي قدمت ملاحظات ملهمة في بداية المنتدى وقدمت كل التسهيلات والمرافق اللازمة داخل المنظمة، وفوق وبجانب كل ذلك فلقد حضر المنتدى أكثر من 2000 مشارك وآخرين عبر الخط، وذلك في حوالي 140 أو أكثر من 144 دولة، لا سيما وأن نسبة 40% من المشاركين هم من النساء، ونأمل أن يكون الشيء نفسه لا بل أن نتجاوز هذه النسبة في ألمانيا في برلين العام المقبل. أنا فعلا من المدافعين عن ضرورة المساواة. بشكل مشترك تمثلون جميعا فعلا نموذج الIGF المتعدد أصحاب الشأن، فالتعددية الأطراف و تعددية أصحاب الشأن فعلا هي مسائل متوازية لو صح القول ومتداخلة، ويجب استخدام عفوا أو الاعتماد على هذين النموذجين معا وفي آن واحد، تعدد الأطراف وتعدد أصحاب المصلحة أو الشأن. أشكركم جميعا لما قمتم به. إن الإحصائيات فعلا مذهلة، والأهم من ذلك فعلا هو ذلك الحضور الهام جدا الذي شهدته أروقة المنظمة وقاعاتها أيضا. الثقة تنطوي على عدة أمور، أولا تتعلق بالبيانات وتتعلق أيضا بالأخلاقيات، فإن فقدان الثقة بين البلدان وبين أيضا عدة بلدان وعدد من المنظمات هي مسألة لطالما يشدد عليها الأمين العام للأمم المتحدة، وهي مسألة أي الثقة التي شدد عليها كثيرون عند تناولهم للكلمة هنا. خلال الأيام الثلاثة الأخيرة
خوضتم بشكل متعمق في هذه المسائل المتعلقة بالثقة الرقمية، انتقلتم من مفاهيم مجردة وعرفتم وسائل وأساليب لتحسين الثقة. تزداد الثقة عندما يزداد الوعي بطريقة عمل التكنولوجيا، تزداد الثقة مع الشفافية، الشفافية مبنية على مساءلة القطاع الخاص والحكومات ونحن المستخدمون فرادى. الثقة مرتبطة أيضا بالأخلاقيات، والجلسة المخصصة للذكاء الاصطناعي تطرقت إلى هذا الموضوع. المجتمع بما في ذلك المجتمع الرقمي لا يمكن أن يعمل بدون أساس من الثقة. أشجعكم وأشجع مجموعة الأمم المتحدة المعنية بالتعاون الرقمي على النظر بشكل أكثر متعمق في زيادة الثقة. وانعكست أهمية البيانات في النقاش التي دارت بيننا المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ونورا أشارت إلى هذا. تريد توازنا في السياسات الخاصة بالبيانات، كيف نتأكد من أن البيانات تؤدي إلى الابتكار وإنعاش الاقتصاد ولكن بالآن نفسه تحمي الجماهير والمصالح الشخصية بشكل مناسب؟ كيف نضمن ألا تتم إساءة البيانات لمصالح تجارية أو لانتهاك حقوق الإنسان؟ كما سمعنا وطرحت أمثلة جيدة من منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أمثلة على سوء استخدام البيانات لهذه الأغراض. كما سمعت في الجلسات القليلة التي حضرتها، فمسألة البيانات مستعرضة بين القطاعات تتعلق بالتكنولوجيا وتوحيد المعايير، ولكنها مهمة أيضا لضمان أمن المجتمعات العصرية ولحماية حقوق الإنسان، تتعلق بخصوصية البيانات الشخصية وهي مرتبطة أيضا بالتجارة. نحن جميعا في المجتمعات متعددة أطراف الشأن ومتعددة الأطراف يجب أن نتطرق إلى هذا التحدي المتمثل في التعامل مع البيانات بشكل أكثر شمولا وأكثر تطورا. هناك جلسة ركزت على الأخلاقيات والذكاء الاصطناعي. الأخلاقيات هي من أهم الجوانب في العلاقة بين الإنسانية والتكنولوجيا. هذا المنتدى تطرق إلى الأخلاقيات بالتصميم. هل يمكن أن نبرمج الآلات لكي تتحلى بالأخلاقيات؟ إن كان الجواب بنعم، فعلى أساس أي مبادئ وقيم؟ العديد من المسائل ما زالت مطروحة، ولكن نحتاج إلى خطوط توجيهية فيما يتعلق بالأسلحة التلقائية وتلقائية التشغيل. وكما تعرفون الأمين العام دعا إلى حظر على هذا النوع من الأسلحة، وهنالك أيضا السيارات ذاتية القيادة التي يديرها الذكاء الاصطناعي، وهنالك تكنولوجيات وبرمجيات التعرف على الوجوه. في المنتديات القادمة ربما نحتاج لإشراك المزيد من الفلاسفة لكي يساعدونا على التطرق إلى هذه المسائل. وأكرر النداء الذي أطلقته لين، وهو نداء الأمين العام للأمم المتحدة. المنتدى يجب أن لا تكون فقط مشتركة بين الأطراف وأصحاب الشأن، وإنما بين القطاعات أيضا. فلا يمكن أن نعمل في عزلة عن بعضنا البعض إذا أردنا التغلب على التحديات الجسيمة التي تنشئها التكنولوجيا والإنترنت. حكمت الإنترنت في مرحلة الانتقالية على غرار العديد من مؤسساتنا، وذلك بسبب التطور في العالم الرقمي. السيد ماكرون وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة يعلقان آمال كبيرة على منتدى حكمة الإنترنت. كما قيل في البيانات الافتتاحية، نحتاج للتغيير، وذلك لحماية الجماهير ولضمان أن يبقى الإنترنت مفتوحاً وحراً وفيه مضامين متنوعة، ولكنه آمن ويمكن أن نثق فيه في الآن نفسه. يجب أن نضمن، كما قال أحد المتحدثين في اليوم الأول، يجب أن نضمن أن الإنترنت يكون ساحراً، ولكن سحر أبيض وليس سحر أسود كالسحر الذي نشهده حالياً، وأن يحافظ على الترابط بين الناس وليس التفريق بينهم، وأن يعمل على حماية المصلحة العامة والخير وليس قوى الشر. يجب أن نعزز الإنترنت وأن نسمح له بأن يساهم من خلالنا في التغلب على التحديات. هنالك من قال في البيانات أن هنالك عدم تطابق بين
الحرية من جهة والتنظيم من جهة أخرى. أعتقد أن هذا خاطئ. غياب سيادة القانون ليس حرية. غياب سيادة القانون يعني تسلط الأقوى وتسلط القادة القمعيين. وأقتبس لأننا في باريس من أحد المفكرين جان باتيست لاكوردييغ الذي كان ناشطا سياسيا ورجل دين في 1884 عندما كانت أوروبا في خضم ثورة صناعية. قال التالي: بين الأغنياء والفقراء، بين الأقوياء والضعفاء، بين الخادم والسيد، الحرية هي التي تقيد وسيادة القانون هي التي تحررنا. سيادة القانون نعتبر أنها سيادة قانون ذكية متسقة مع المعايير الدولية، وأن سيادة القانون هذه يمكن أن تكون عامل حرية. وغياب سيادة القانون ما يؤدي إلى سوء المعاملة وسوء الاستخدام. وممثل أذربيجان ومصر تحدث عن سوء استخدام الإنترنت مثلا. إذا أردنا أن نحافظ على الأشياء التي نحبها في الإنترنت، فأعتقد أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي شكل، وليس علي أن أحدد هذا الشكل، شكل من الأطر السياسية التي تمنع سوء استخدامها. المنتدى يجب أن يطلع بدور هام في تعزيز آليات التعاون الرقمي، وهذا شيء تنظر فيه المجموعة رافعة المستوى التابعة للأمم المتحدة. والتفاعل الذي بنى هنا بين المجموعة رافعة المستوى للأمين العام للأمم المتحدة ومنتدى حوكمة الإنترنت مهم جدا. أدعوكم جميعا للمساهمة في النقاشات الجارية، وخاصة من خلال مقترحات تربط بين أوجه قوة المنتدى وضرورة وضع آليات رقمية جديدة. هنالك حاجة لحلول مبتكرة وناجعة. أصحاب السعادة، سيداتي، سادتي، نظمنا أكثر من 170 دورة في هذا الأسبوع، منها الجلسات الرئيسية والمنتديات المفتوحة وورش العمل وغيرها من الاجتماعات. نود أن نصفق ونهنئ كل عضو من الماج، مجموعة الاستشارية متعددة الأطراف لسنة 2018 بقيادة السيدة لين سانتامور. نود أن نشكرهم. والسيدة لين سانتامور هي تحمل وتشرف النبيذ من الاسم نفسه وليس العكس. ونود أن نشكر كل فريق الأمم المتحدة على مساهمته. إن المبادرات الإقليمية والاجتماعية والوطنية والشبابية في هذا المنتدى يجب أن يقر بأنها مهمة لأنها توسع أهمية هذا الحوار. اليوم نعد 110 من المبادرات الوطنية والإقليمية من العالم، ومنها 50 كانت موجودة هذا الأسبوع من أجل إلقاء الضوء على إنجازاتها. شكر كبير نوجهه لهذه المبادرات بما في ذلك الأشخاص الذين انضموا إلينا من هذه المبادرات. إذ نصل أو نتوجه نحو الدورة 14 للمنتدى في السنة المقبلة، سنواصل البرمجة والنشاطات بين الدورتين على أساس كل نتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدورة، وعلى أساس تفويض موسع من أجل جذب مشاركة أوسع من أصحاب الشأن من الدول النامية، وعن طريق آليات محسنة للمشاركة. وهنا أود أن أنتهز هذه الفرصة حتى أشكر المانحين، الجهات المانحة على مساهماتها المالية في صندوق الائتماني الخاص بمنتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت. وهنا أود أن أشكر المملكة المتحدة التي قالت إنها ستتعهد بأكثر بمساهمة أعلى. وكذلك أشكر المانحين والجهات المانحة من القطاع الخاص، وهذا رائع. ورأينا مساهمة من الجنوب أيضا.
من الحكومات ومن القطاع الخاص، ولكن يجب أن نكون صريحين، يجب أن نقوم بأكثر مما قمنا به. أحاول أن أقارن وضعنا بوضع آخر. نحن لدينا موارد، نعم، ولكن المنتدى منتدى تطوعي، أعضاء الماج لا يتقاضون أجرا، وكذلك فرق الأمم المتحدة غير مخصصين للمنتدى، بل يقومون بمساعدتنا خارج أوقات العمل. إذا ما كنا فعلا نود لمنتدى حوكمة الإنترنت أن يكون بسرعة وفعالية سيارة الفراري، نحتاج للوقود في خزان السيارة، ولكن الوقود الآن نفتقر إليه. ربما استطعنا أن نبقى على سرعتنا البطيئة لأن الوقود سيكفي لفترة أطول، ولكن يجب أن نسرع الوتيرة، ونحتاج إلى وقود بكمية أكبر. وأنا كحديث العهد في منتدى حوكمة الإنترنت، هذه الدورة الثانية التي أحضرها، بالنظر إلى قلة الموارد المتوفرة، من الهائل والمدهش ما حققناه حتى الآن، من المدهش هذه الشبكة أو هذه الشبكات التي نسجناها في العالم، ولكن يجب أن نرتقي إلى المستوى الأعلى، ولا يمكن أن نفعل ذلك إن لم نقم بحقن أفكار جديدة، ولكن أيضا موارد جديدة حتى ننفذ هذه الأفكار. وأخيرا أود أن أقول أنني أشكر ألمانيا التي ستواجه التحدي في السنة المقبلة، وستستضيف الدورة في السنة المقبلة، وستسهر على أن نحسن الأداء فيما يتعلق بالتمثيل، مستوى التمثيل، وأنا أتشوق لأن ألقاكم في ألمانيا في السنة المقبلة، ونأمل بأن تتمثل كل القارات في هذا المنتدى. في كلمتي الأخيرة أود أن أتمنى لكم عودة ميمونة وآمنة إلى بلدانكم، احملوا معكم كل الأفكار الملهمة التي جمعتموها هنا، وأتمنى لكم كل الرفاهية بعد هذه الإقامة في مدينة مثرية وغنية جدا، وبعد هذه الضيافة الكريمة، وأتمنى لكم أفضل التمنيات. شكرا. Thank you very much, Assistant Secretary. شكرا جزيلا للأمين العام المساعد. أود أن أختتم هذه الجلسة وأذكركم أن حفل استقبال ينظم في الطبقات العليا، تنظمه الدولة المضيفة في السنة المقبلة. وأود أن أشكر المدونين لمداولاتنا على جهودهم، وشكرا على بقائكم معنا حتى النهاية. نراكم في الاجتماعات بين الدورات أو في السنة المقبلة في ألمانيا. شكرا.